اهلا بيكم في قناه النادي الاهلي، قناتكم كلكم، وبرنامج الاهلي خط احمر، وحلقه جديده. واكيد الناس وحشتنا اسامه جدا. اكيد يا فارس، اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. افتقدناكم الفتره الاخيره، ولكن طبعا امام مباريات النادي الاهلي هو ده الاهم، والاهم كمان ان يكون في نتائج ايجابيه. نتمنى حلقه النهارده تكون بالنسبه لكم حلقه مبهجه. اكيد نبدا من حيث الشعور العام عند الأهلوية النهاردة. يمكن امبارح أكيد كان في حالة حزن لدى الأهلوية، حالة حزن في كرة القدم وحالة سعادة في كرة السلة، ولكن تأتي كرة اليد النهاردة عشان فريق اليد يحقق السوبر على حساب نادي الزمالك في الإمارات. بطولة غالية، بطولة تاريخية للنادي الأهلي. أكيد شفنا كل حاجة لها علاقة بالدوافع، بالإصرار، بالرغبة، بحاجات كتيرة جدا 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 كنت تخليك تفخر وانت بتتفرج النهاردة. وانت بتتفرج وبتشوف النادي الأهلي طول المباراة هو اللي فارق عن نادي الزمالك، ومباراة كانت ماراثونية، مباراة ملحمية، كل حاجة في كرة اليد. يمكن من أكتر المباريات اللي أنا استمتعت بيها في حياتي في كرة اليد ما بين الأهلي والزمالك. فوارق كانت قريبة، النادي الأهلي متقدم، النادي الأهلي بيعمل مباراة كبيرة، نادي الزمالك بيحاول يلحق بيه في النتيجة، وبتأتي في الدقائق الأخيرة فعلا بينجح الزمالك في التعادل. ولكن النادي الأهلي بيقدر هنا ان هو يرجع تاني ويتقدم تاني، ثم يحرز نقطه تانيه، ثم يحسم المباراه اكلينيكيا. العظيم في ده ايه؟ المهتم بكره اليد او المتابع لكره اليد كان دايما عنده احباط. يمكن انا يعني كنت دايما كده في غصه في الحلق كده من فكره كره اليد في النادي الاهلي، خصوصا في الامطار الاخيره امام نادي الزمالك. احيانا كتير جدا كنت بتبقى متفوق ثم تنهار، ثم تلاقي الفريق نفسيا وقع في المباراة، ثم تلاقي أمور سلبية كتيرة جدا بتحصل، ثم تلاقي إنك مش مصدق إنك هتكسب. النهاردة أنا شفت العكس، شفت ثقة طول المباراة إن أنا حافظ على التقدم. شفت لما حصل استثناء وحصل طرد مهم جدا وحصلت أمور والزمالك قدر يرجع، أنت ما انهارتش نفسيا، أنت تماسكت وقدرت ترجع تتقدم، ثم قدرت تفرق بنقطتين. دي القصة كلها. أنا بقول يا جماعة إن الستوري بتاعة الانتصار النهاردة وحلاوته للي ده مرارات وليست مرارة واحدة، كثير من المعاناة في كرة اليد، هيعرف إن التحول اللي يخليك فرحان بالبطولة هو ده، هي الشخصية اللي قدرت النهاردة تحافظ وتحقق لقب مهم جدا. أعتقد الكابتن محمود الخطيب كان لديه كلمة للفريق النهاردة بيهنئهم، يعني وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد رجال وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس السوبر المصري، وأشاد بالأداء الممتاز للاعبين وروحهم العالية خلال المباراة التي أقيمت بالإمارات، وأكد رئيس النادي على سعادته وتقديره لما قدمه اللاعبون وجهازهم الفني من جهد كبير، واستحقوا اللقب عن جدارة، كما هنأ جماهير الأهلي بالبطولة، مشيرا إلى أن التتويج بالسوبر يحمل عناصر الفريق مسؤولية أكبر تجاه ناديهم وجماهيرهم الوفية التي تستحق أن يبذل الجميع من أجلها قصارى جهده وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بالنادي الأهلي وتاريخه. يا أسامة، والله بالتأكيد طبعا، يعني تهنئة يستحقها فريق كرة اليد في النادي الأهلي، والتأكيد هنستعرض التهنئة مرة أخرى. ولكن أنا هنا حابب أتكلم فعلا عند نقطة الشخصية. الدقيقة 28 وكم من يعني أشياء كانت تحدث لجماهير النادي الأهلي عندما نصل إلى الدقيقة 28 في الشوط الثاني، وتحديدا أمام نادي الزمالك. كل شيء بيكون في المباراة واصل لمرحلة إن أنا قاعد مش مطمن، وده كان أمر صعب جدا على فريق بيمثل النادي الأهلي. ولكن كانت حواراتي الحقيقة مع الكابتن خالد العوض، يعني مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي، إن شخصية اللعيبة دي هتيجي خاصة مع مدير فني زي ديفيز. كان أول شيء اشتغل عليه مع لاعبي النادي الأهلي الواعدين
والحقيقه مع طبعا الخبرات اللي موجوده في الفريق هي فكره الشخصيه، ازاي تبقى مصدق ان انت قادر تكسب، ازاي يبقى عندك الاستمراريه، لان ده شيء مهم جدا. مش معنى كده ان انت كنت كل مباراه امام نادي الزمالك بتتعرض لهزائم لانك انت حققت بطولات على حساب نادي الزمالك، مواجهات مباشره سواء سوبر افريقي او كاس او غيره، ولكن كان في وقت من الاوقات فكره الاستمراريه مش موجوده. النهارده انت بتفوز في الدور الاول على نادي الزمالك في كره اليد، وبعد ايام قليله بتواجه نادي الزمالك في الامارات السوبر المصري وبتحقق البطوله الاولى، وموجود رئيس نادي الزمالك اللي هي لعبته الاساسيه، هو خريج قطاع كرة اليد في نادي الزمالك بيتواجد في المدرج، ومع ذلك رجال النادي الأهلي بشخصية النادي الأهلي الجديدة مع ديفيدز بتقدر تستحوذ على المباراة ويبقى لك دايما الأبر هاند حتى نهاية المباراة. ده طبعا الخطاب مرة أخرى أو البيان مرة أخرى، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يهنئ لاعبي اليد وجهازهم الفني والإداري بالسوبر المصري. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد رجال وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس السوبر المصري، وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية خلال المباراة التي أقيمت بالإمارات مساء اليوم. وأكد رئيس النادي على سعادته وتقديره لما قدمه اللاعبون وجهازهم الفني من جهد كبير واستحقوا اللقب عن جدارة، كما هنأ جماهير الأهلي بالبطولة، مشيرا إلى أن التتويج بالسوبر يحمل عناصر الفريق مسؤولية أكبر تجاه ناديهم وجماهيرهم الوفية التي تستحق أن يبذل الجميع من أجلها قصار جهده وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بالنادي وتاريخه. ده فعلا المهم جدا، لأن الآن على جهاز كرة اليد وعلى فريق كرة اليد في النادي الأهلي الاستمرارية، ان انت تبقى قدرك هو قدر النادي الأهلي. عيد للأذهان مرة اخرى كرة اليد وطبيعة كرة اليد في النادي الأهلي. كان كابتن ياسر لبيب، كابتن سامح عبد الوارث، عائلة عوض، كابتن أشرف عوض، كنا بنسمع المباريات دي او بنشوف المباريات دي ونواجه نادي الزمالك صباح الخير رايحين نكسب 15 16 مباراه على التوالي، مفيش ادنى مشكله، لان الحقيقه كان جيل ذهبي في النادي الاهلي. وطبعا كابتن جوهر نبيل كان جيل بيقدر يضمن لك فكره تحقيق الفوز، وكان فارق ايضا مع منتخب مصر بشكل كبير جدا في تحقيق نتائج ايجابيه في كره اليد. هذا الجيل نقدر نبني عليه، نقدر مع المدير الفني الواثق، المدير الفني اللي له بصمه يا جماعه في كره اليد. انت تعاقدت مع ديفيد بانت بصمته مع الفرقه، في كره السله التعاقد مع أوجستي بانت بصمته مع الفرقة. الاتجاه إلى التعاقد مع مدربين فنيين أجانب في ألعاب الصالات واضح أنه هو كان الاتجاه الأصوب. ده بنقوله ليه؟ لأن النتائج بتقول كده، شخصية الفريق اختلفت. أنت في مباريات فايز لآخر ثانية وفي فاول بيتعامل عليك ويحيى الدرع يطلع يركب الحيطة وهوب هدف بتخسر صحيح. البطولة في آخر ثانية. النهاردة لا، النهاردة أنت فزت في الدوري وجاي تقول أنا فوزي ليس صدفة ولا مصادفة، أنا جاي أثبت تفوقي الفني في كرة اليد على نادي الزمالك. فمبروك لكل رجال اليد في النادي الأهلي، مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، مبروك للجهاز الفني، ومبروك لجماهير النادي الأهلي. دايما وأبدا المعادلة في كيان النادي الأهلي هو جماهير وفارس، جماهير حقيقي. الوفية اللي دايما اعتدنا على الحلوة والمرة معاه. ده حقيقة أسامة. ولو اتكلمنا على جمهور النادي الأهلي النهاردة، أنا بشوفها يا جماعة من نجوم اللقاء، جمهور اشتغل جوه الملعب فقط. جمهور كان عنده رسالة واضحة وصريحة، يمكن شفنا يعني بعض الرسائل اللي بتتكلم عن جمهور المنافس وازاي كان في تعرض للاعبي الأهلي على مدار المباراة، واتقال العكس بقى، اتقال جمهورنا بنشكره، مش إن هو أساء للمنافس ولا هاجم المنافس ولا حاول يعمل أي شكل من أشكال خروج عن الروح الرياضية، لا. بنشكره ان هو كان على مدار شوطين المباراه بيدعمنا وبيركز وبيشجعنا تشجيع حماسي. جمهورنا رد جوه الملعب، لا بلفته ولا بجمله تحاول تقلل من المنافس ولا اي حاجه، رد جوه الملعب بتشجيع. وعشان كده الشكر فعلا شكر مستحق. ولكن كمان واحنا بنتكلم
يا جماعه الشخصيه، يعني انا ما اتكلمتش انا واسامه قبل الحلقه عن الحته دي، ولكن احنا الاثنين متفقين على ده، ان فكره قدرتك في الدقائق الاخيره على الحفاظ على شخصيتك والحفاظ على قدراتك ده صنعوا حاجات كتيره جدا. اوعى تفتكر انك بتشوف ده في الملعب شيء عشوائي او شيء مصادفه، لا يا جماعه ده عملوا جهاز فني اكيد على راسه ديفيد ديفيز، واكيد وراه قطاع كبير جدا ادى الثقه، حاول يمنح كل الدعم للاعبين دول، حاول يبني فيهم الشخصيه. وانا بقول دايما ال 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 البطوله اللي بتاتي وانت عندك شخصيه هي اللي بتضمن ليك الاستمراريه. ولكن اكيد هنا معانا حديث مهم جدا، اهم كمان من كلامنا، لان احنا بنروح لدايما الناس اللي تقدر تكلمنا عن الكواليس اللي حققت النجاح، وهو الكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد في النادي الأهلي. أهلا بيك يا كابتن ياسر، وألف مليون مبروك على البطولة التاريخية للنادي الأهلي على حساب منافس كبير في اللعبة زي نادي الزمالك. الله يبارك فيك، وطبعا بنحب نبارك للاعبتنا والجهاز الفني والإداري ومجلس الإدارة على المباراه ديت او على الفوز دوت، انجاز غايب عن النادي برضو بقاله فتره. الحمد لله ان احنا اتوفقنا النهارده ورجعنا تاني كاس السوبر في النادي الاهلي. واحب اخص بالشكر طبعا الاستاذ عمرو فاروق اللي كان دايما متواجد معانا في المباريات زي ديت، وان شاء الله يرجع يعني يرجع بالسلامه تاني لينور الملاعب النادي الاهلي ان شاء الله. يا كابتن ياسر، يعني كابتن ياسر يعني الف مبروك، بطوله مهمه جدا السوبر المصري وعلى حساب نادي الزمالك، ولكن يعني قول لنا كواليس الفتره ما بين مباراه الدوري والفوز على نادي الزمالك والاستعداد لمباراه السوبر ومواجهه نادي الزمالك وتحديدا في الامارات، كان ايه اهم كواليس الاستعداد لهذه المباراه والدور اللي حضرتك لعبته مع الجهاز الفني بالتاكيد، واهم كواليس الجهاز الفني مع اللاعبين؟ والله هو يمكن بس الفترة الأخيرة ديت بعد ال يعني احنا استعداداتنا هي أو برنامجنا هو برنامج مستمر. ممكن بس يا كابتن ياسر يعني صوت حضرتك يعني يعلى شوية بعد إذن حضرتك؟ ماشي حاضر. هو برنامجنا احنا فرحانين يا كابتن ياسر، يعني عايزين الصوت كده مبهج. لا إن شاء الله حبيبي، احنا بنقول دايما احنا دايما يعني ديفيز وجهازه الفني والجهاز الإداري وكلنا شغالين بنفس الريتم في جميع على جميع المستويات. لو يمكن الفتره اللي فاتت صادفنا سوء الحظ في بعد خروج الفريق من الكاس، ويمكن انا قعدت مع ديفيز وقعدت مع بعض اللعيبه كده يعني اعداد فرديه تحفيزا وان احنا ننسى خلاص البطوله. شيء طبيعي ان انت وانت ماشي كده عندك 6 بطولات او 7 بطولات على مدار السيزون، لما ممكن تقع منك بطوله، فده شيء طبيعي. طبعا مستوى الفريق في المباراه ديت ويمكن مباراه الزمالك الاولانيه ما كانش المستوى اللي احنا بنعمله في الفريق، فكان كل الكلام ان احنا بقى بنتجاوز المراحل ديت ونبتدي نجهز نفسنا نفسيا ونأهل اللعيبه نفسيا لمباراه السوبر، لانها مباراه وبطوله مهمه لينا. دي من ناحيه. الناحية الثانية ان الفريق الحمد لله كان جاهز، وكان يعني انا كنت حاطط يعني تركيز كبير على الناحية الدفاعية. احنا لو دافعنا وحراسة المرمى كان بشكل كويس قلت ان شاء الله هنفوز. فالحمد لله ربنا كرمنا والفريق يعني عملوا مستوى كويس سواء على حراسة المرمى او اللعيبة. فضل بارك لهم مرة ثانية على الفوز دوت. كابتن ياسر، يعني عايز اروح مع حضرتك لحته فنيه، لان انت يعني اكتر حد ممكن يفيدنا فيها. كنا دايما شخصيه فريق النادي الاهلي داخل الملعب ربما لديه لحظات تفوق فني، ولكن كنا بنيجي نشوف في مواجهات الزمالك في لحظات الفريق كان بالكامل بشكل جماعي بيخرج عن تركيزه بيدي افضليه لنادي الزمالك وبنخسر بطولات ومباريات كانت هامه جدا. النهارده كل اهلاوي لمس العكس، لمس قدرة على طول المباراة ان انت متقدم في النتيجة، لما نادي الزمالك اتعادل في الدقائق الاخيرة قدر النادي الاهلي يحافظ على قدراته الذهنية في الملعب يرجع ثم يزود الفارق تاني.
حضرتك عاصرت ما قبل هذه التحولات واللي احنا شفناه من التراجع النفسي في اوقات كتيره، والنهارده كنت انت شاهد على التغير النفسي ده، ايه اللي حصل وايه الخلطه يعني السريه اللي ورا اللي احنا بنشوفه في الملعب ده والتحولات في شخصيه اللاعبين قبل التحولات الفنيه، ايه السبب؟ بص احنا اكيد طبعا في شغل وشغل بتركيز عالي من ديفيز على الجزئيه ديت، وده بيورينا ايه المرحله اللي ابتدى يوصل لها الفريق. انا بقول ليه ابتدى يوصل لها الفريق، لان احنا لسه ما وصلناش لاحسن حاجه او ما نامله احنا كمسؤولين يعني عن كره اليد. يعني احنا ان شاء الله الفريق دي مع الوقت هتلاقي عناصر احسن، خبرات احسن، ثقه زياده في اللعيبه، مستوى عالي. يعني احنا بنلاحظ ان في لعيبه كتير مستواها فرق عن السنه اللي فاتت، رغم ان احنا فزنا السنه اللي فاتت بالدوري والكاس والسوبر الافريقي، ورغم ذلك هتلاقي في لعيبه فرقه كتير مستوى السنه دي كمان. اللعيبه المصابه اللي ابتدت ترجع، فوكس ولاشين وحميد، فكل الحاجات دي اضافات. ديفيز جزء خاص من شغله على النواحي النفسيه. واضح. يعني كل يوم في فيديو، يعني انا كنت بحضر معاهم بعض الفيديوهات، بيتكلم عن المباراه ده جزء، وبعد نهايه المباراه بيروح يديك جزء كده عباره عن دقيقه او دقيقتين جزء نفسي، تلاقي فيديوهات تحفيزيه. فالحاجات دي كلها فرقت كتير مع اللعيبه في شخصيتها. انا معاك في نفس الكلام اللي انت قلته، انا واحد من الناس اللي كنت قلقان لما الزمالك رجع تاني للتعادل، انا كنت قلقان ان احنا ما نعرفش نسيطر تاني على المباراه. ده حقيقي، لان خبرات الزمالك فيها عناصر خبراتهم اعلى من لعيبه الاهلي، لكن الحمد لله باصرار اللعيبه وتركيزهم قدروا ان هم يسيطروا على المباراه تاني. يعني خلينا ناخد من كلامك كابتن ياسر، وانت بتقول لسه الفريق ما وصلش لما نأمله، يعني مبدئيا ايه اللي بيأمله النادي الاهلي او قطاع كره اليد في النادي الاهلي؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، امتى كابتن ياسر لبيب وهو بيتفرج على مباراه اهلي وزمالك وفي اخر دقائق والفريق متقدم 1-2 يبقى قاعد واثق كويس قوي ان الفريق هيكمل نهايه المباراه بتحقيق الفوز او تحقيق البطوله؟ لا، هبقى واثق من الحته دي او بحس ان الفرقه وصلت للمرحله دي لما اكون انا فرق 2 و3 في المباراه، وارجع لفرق 1 واتعادل وارجع تاني اجري ورا المباراه وهكذا. لكن لما اكون انا فرق 3 والاقي لاعبتي لا محافظه على الفرق ده وبتزوده، يبقى انا وصلت هنا ابتدي احس ان انا مطمن على فريقي. امتى اوصل للمرحله دي؟ لا لسه قدامك شويه، ما انت شغل. احنا بنشتغل. يعني زي ما الزمالك برضو ده حق طبيعي ليه ان هو بيشتغل وبيسعى ان هو ياخد بطوله، ده برضو حقنا. بالظبط. انا بشتغل، هو بيشتغل وانا بشتغل. اللي في الاخر اللعيبه تركيزها وحماسها واصرارها واستقرار، الاستقرار بقى اللي هو العام اللي موجود داخل النادي الاهلي كاداره، كل ده عوامل بتوصلك للنتيجه اللي انت عايزها. اكيد. اللي هو بس هو ما قالش لسه ما وصلنا، اللي هو هل ان شاء الله، انا لسه كنت بتكلم عن جيل حضرتك وجيل كابتن اشرف عواض وسامح عبد الوارث، وفكره ان انت بتلعب بتفوز على الزمالك 15 16 مباراه على التوالي وبتحقق انجازات، هل قريبا ان شاء الله فريق كره اليد في النادي الاهلي قادر على الاستحواذ او محاوله الاستحواذ على لعبه كره اليد داخل القاره الافريقيه؟ ان شاء الله. احنا نسعى لذلك يعني ان شاء الله. كابتن يعني ياسر، سواء الدرجه الاولى او القطاعات تحت. كابتن ياسر، يعني سؤال، انا دايما المتلقي او المشاهد وهو بيتفرج بيكون عنده اسئله، ودورنا هنا يعني انا عارف ان السؤال ده دايما الناس يعني ما بتفضلوش قوي، ولكن اكيد المشاهد نفسه يسال حضرتك. بنسمع كتير جدا سؤال دايما بيتوجه لحضرتك فيما يخص التدعيمات، فكره التدعيمات وزادت النبره بعد الخروج من الكاس امام البنك الاهلي. انت حضرتك شايف هل الفريق مدى احتياجه للتدعيمات ايه، خصوصا ان النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت بطل دوري وكاس وسوبر افريقي ثم افريقيا في بدايه الموسم ده، خرجنا من الكاس ثم خدنا السوبر المحلي. حضرتك شايف مدى فعلا احتياج النادي الاهلي للتدعيمات بشكل واصل لايه، وايه لو عندنا خريطه التدعيمات بنتحرك فيها بشكل عامل ازاي؟ بص انا بتكلم على التدعيمات مش التدعيمات الحاليه، يعني انت في الوقت الحالي انت الحمد لله فرقتك كامله، عندك دكه كويسه محترمه، الناس اللي موجوده في الملعب على مستوى عالي، والناس الباقي بقيه الفريق
بيجهزوا نفسيهم. نفس الكلام اي حد بيلعب، يعني احنا النهارده شفنا نبيل، يعني مين اللي يمكن ما شاركش في المباراه اللي فاتت، شفنا النهارده تاثيره ايه في الملعب، لاشين ما شاركش المباراه اللي فاتت برضه كان ليه دور مهم. المباريات اللي قبل كده شالها محمد ابراهيم حارس المرمى، ده حقيقي. والنهارده لما نزل تريدو فها تالق في الشوط الاولاني وشويه في الشوط الثاني، ونزل محمد ابراهيم سد ورق. يعني الحاجات دي كلها دي بتوريك ان انت عندك فرقه محترمه، فرقه جميع عناصرها ليهم دور في الملعب، ما عندكش حد ملوش دور. اي حد جاهز فيهم بينزل يلعب، او اي حد بيأدي اي تشكيل بينزل بيأدي على اكمل وجه. ودي نقطه مهمه جدا في الفرق اللي هي فرق البطوله. ما ينفعش تبقى بتلعب بسبع لعيبه او ثمان لعيب، مش هيستحملوا، وخاصه في على طول السيزون. يعني انت النهارده عندك دوري وعندك كاس وعندك بطوله افريقيا لسه وسوبر افريقي، فالمشوار طويل، ولسه راجع من كاس العالم، فالمشوار طويل محتاج لمجهود كل واحد في الفرقه. بالتاكيد المشوار، لكن انا التدعيم بقى اللي انا بتكلم عليه ان هو ان انا ببتدي اجهز من تحت، يعني ابتدي اجهز من تحت عشان اللي فوق، انا اللعيبه اللي فوق اللعيبه الدرجه الاولى، اللعيبه بيجي لها عقود واللعيبه نفسها تحترف، فبالتالي انت هيجي عليك وقت لعيبه من دول هتسيبك، يبقى لازم نكمل بالناس، يبقى عندي تحت عناصر تقدر تسد مكان اللعيبه دي عشان يبقى في استمراريه. مهم جدا الرؤيه دي يا كابتن ياسر، بالتاكيد، لان عارفين في مصر كره اليد متطوره جدا، وبالتالي بنلاقي لعيبه بتحترف. يمكن نادي الزمالك ايضا عنده لاعبين بتخرج للاحتراف، النادي الاهلي بيخرج للاحتراف، ولكن الاهتمام بقطاع الناشئين بالتاكيد ممكن يحط النادي الاهلي، يخليه يكمل الاتجاه اللي احنا كلنا بقى بنأمله، سواء حضرتك او جماهير النادي الاهلي، وهو مزيد من الالقاب. ودايما كده كابتن ياسر نتصل بحضرتك وفريق كره اليد في النادي الاهلي، محقق انجازات، محقق بطولات، ويعيد الى الاذهان بقى جيل حضرتك من وقت ما كنت لاعب بقى، وقت ما كان موجود لاعبي النادي الاهلي الكبار، كابتن جار نبيل، كابتن سامح عبد الوارث، وعائله عواض. بشكرك جدا كابتن ياسر، ومزيد من النجاح والتألق ان شاء الله. شكرا ليك، شكرا ليك. يعني بالتاكيد كابتن ياسر لبيب كان له يعني مداخله مهمه جدا في تحقيق البطوله، وتحدث عن فكره ازاي العامل النفسي يا جماعه بيفرق طبعا، والشغل على العامل النفسي بيفرق. ودايما وابدا انا بقول اي كوتش، اي مدير فني، هو 50% من نجاحاته هو التعامل النفسي مع الاخفاق. يعني خروج من بطوله، انت فزت على الزمالك ثم خرجت من بطوله، فرايح تقابل الزمالك في بطوله مهمه جدا، بطوله السوبر في الامارات، يعني امام فريق قوي في كره اليد، ولكن قدرت ان انت في فتره قليله تشتغل على البعد النفسي عند اللاعبين. النهارده اللاعبين بيأدوا بمنتهى الرجوله، منتهى الحماس، منتهى الثقه، وده المهم جدا. فمبروك لكل قطاع كره اليد في النادي الاهلي، ومبروك بالتاكيد لمجلس الاداره والجماهير النادي الاهلي. اسامه، مهم جدا انك ما استسلمتش لحاله الاخفاق، يعني انت خرجت امام البنك الاهلي ما استسلمتش للحاله دي، وده يا جماعه اللي محتاجين نبص عليه وناخده في لعبات اخرى. انت عندك البعض بيفتكر ان احنا دايما بنتكلم ان الاخفاق غير وارد وغير مقبول، مين قال؟ مين قال ان اي انسان عاقل او منطقي هيكلمك في ان انت مش وارد تخفق؟ مفيش حد في العالم ما بيقعش. بس التعامل مع ده ايه؟ ردة الفعل عاملة ازاي؟ يعني انت خرجت من البنك الاهلي وارد، طب بعد كده عملت ايه؟ وفريق كويس على فكرة. طبعا يعني هو اقوى مع الاهلي والزمالك، بالزبط. استجمعت قدراتك واستجمعت قوتك، الفرقة يا جماعة بالبلدي كده يعني نكلمكم بلغة اي لعبة، ما فكتش الفرقة، ما فكتش من المدير الفني، الفرقة ما فكتش من جهاز اليد، الدنيا ممسوكة، واضح من ردة فعل اللاعبين، تركيز تام، مفيش أي كلام، مفيش أي تصريحات، مفيش سوشيال ميديا، مفيش حاجة خالص غير إن أنا عندي مباراة سوبر أصالح جمهوري فيها. فدي رسالة أعتقد معروف رايحة فين. دي رسالة أعتقد معروف رايحة فين. إنما الاستسلام لإخفاق ثم يعقبه إخفاق ثم تدخل في دايرة من التراجع، هو ده اللي محتاج تقف عنده. إنما قطاع اليد نموذج، مش الفكرة إن أنت ما تقعش، مفيش كده في الرياضة. انما الفكره ماذا فعلت بعد ما انت خسرت مباراه او بطوله. بص يا فارس، دايما حتى المنافسين بيقولوها، اللي بيميز النادي الاهلي هو قدرته على التعامل مع الاخفاق. الفوز تقدر تتعامل معاه باي طريقه، وان كان الفوز برضه تعاملات مختلفه، ان انت ازاي تحسن وتقدر تحافظ على القمه، وده صعب. لكن كان دايما وابدا
ما يميز النادي الاهلي وان شاء الله يظل ما يميز النادي الاهلي هو قدرتك على التعامل مع الاخفاق وقت ما يكون في غضب جماهيري، وقت لما يكون في ضغط عليك اعلامي، وقت ما تكون في اسوء حالتك النفسيه وانت خسران، وانت في النادي الاهلي قدرك ان انت بتلعب على المكسب ثم المكسب ثم المكسب، التعادل والهزيمه برغم ان هم اساسا واردين في الرياضه لكن بيصدروا مشكلات كبيره جدا لفريق بحجم النادي الاهلي، كان ايه اللي بيميز النادي الاهلي ودايما يميز النادي الاهلي؟ هو التعامل مع الاخفاق وانك لما تقع ليك الف قومه زي ما طبعا قال عم حارس، وده ما حصلش بس في كره اليد، لا خلينا كمان نواصل معاكم ونقول لكم ده حصل كمان مع كره السله ورجال كره السله وكتيبه جوستي بعد ما كنت قريب جدا من فكره ان انت تاخد برونزيه كاس عالم ثم تفقد بطوله عربيه يعني من الدور نصف النهائي ويتقدم مستوى اقل من البطوله الماضيه واقل من البطوله انت كنت حامل لقبها، بتعود من جديد في دوري المرتبط، حصل لك بعض الهزات امام سبورتنج تحديدا في المجموعات، البعض استشعر ان الفريق رايح لسكه اخفاق جديد، ولكن الحقيقه لاعبي النادي الاهلي سواء على نطاق الكبار او حتى على نطاق الفريق المرتبط الحقيقه عامل رقم يعني مشرف جدا جدا جدا، وكان نقطة مضيئة جدا جدا في هذا الدوري لم يخفق أو يهزم في أي مباراة، ودي طبعا لقطات من طبعا يعني تكريم فريق كرة السلة بالبطولة الثانية، يعني دي البطولة الثانية السنة دي اتحققت بطولة السوبر يا فارس أمام نادي الزمالك، ودي لقطة يا جماعة لازم نقف عندها كتير الحقيقة. اللقطة دي لقطة دكتور هشام العمري شقيق طبعا الأستاذ العمري فاروق ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، حرص النادي الأهلي على تواجد الدكتور هشام العمري وحرص كابتن طبعا خالد على تواجد الدكتور هشام العمري ووجوده فارس في منصه ومراسم التتويج هي رساله بتقول لك ده النادي الاهلي اللي احنا بنحبه، ده النادي الاهلي اللي اللقطات دي دايما بنستناها، ودايما النادي الاهلي ما بيغزلش جماهيره ولا بيغزل المجتهدين المخلصين للنادي، فكانت لقطه مهمه جدا طبعا. حد من شقيق بقى حد من ريحه الاستاذ العمري فاروق ربنا يشفيه يا رب كان متواجد في مكان تواجد الاستاذ العامر فاروق لحظه التتويج. استاذ اسامه يعني زي ما انت بتقول احنا بنحب النادي الاهلي بس بنحبه بزياده عشان المشاهد اللي زي دي. للامانه يا جماعه المشاهد اللي زي دي بتحس ان انت عندك كده تقاليد اهلاويه مختلفه. نوع من انواع يا اخي الطبطبه والمواساه النفسيه والدعم النفسي اللي انت بتوصلها لشقيق الوزير السابق العامري فاروق استاذ هشام العامري، بتوصل رساله، بتوصل رساله كمان ان هذه العائله لها اسهام في النادي الاهلي ولها تضامن والناس كلها يعني بتشاركها المشاعر. وطبعا يا جماعه احنا كلنا يعني بالتلقائيه كده دايما هتلاقي نفسك يا اسامه في المشاهد اللي زي دي بتبحث عن الاستاذ العمري فاروق، هتلاقي نفسك بتروح لفيسبوك عنده عشان تشوف الحمد والشكر لله اللي هو كان بيكتبها دايما. يمكن طبعا ظرف صعب ولكن اكيد مفيش حاجه بعيده على ربنا، واكيد ممكن قريب باذن الله بدعواتكم قبل اي حاجه وبكرم ربنا وبلطف ربنا نشوفه تاني. ولكن انا يا اسامه ما زلت عاجبني رساله الوفاء اللي لم تقف ابدا عند اداره النادي الاهلي او الجهاز الاداري او القطاع، ولكن كانت رساله من الجميع. بالتاكيد يا فارس، وكان معانا دور مهم جدا في هذه البطوله يعني فريق المرتبط اللي لسه كنا بنتكلم عنه، فمعانا يعني كابتن يعني محمد اشرف توفيق اللي عمل رقم الحقيقه وكان رقم صعب في تحقيق الفوز للنادي الاهلي في هذه البطوله. يا مساء الفل يا كابتن والف الف مبروك يعني التتويج للعام الرابع على التوالي كنادي اهلي والمره التاسعه في تاريخه ينفرد ويفض الاشتباك مع نادي الاتحاد السكندري ببطوله المرتبط اللي بالتاكيد فريق المرتبط كان له دور كبير جدا 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 في تحقيق الفوز بهذه البطوله. الله يبارك فيك يا كابتن، الله يخليك، الف مبروك لحضرتك ولجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره. احنا اكيد سعداء باللي بتحققوه، ولكن انا عايز انقل لحضرتك حاجه. يمكن جمهور النادي الاهلي قبل ما كان بيبارك في كل مره لفريق النادي الاهلي بحصوله على بطوله المرتبط او تخطي احد الادوار كان بيروح لفريق المرتبط وبيروح لشباب النادي الاهلي وبيبارك لهم وبيثني على جهودهم وبيثني على جهود حضرتك. انا عايز اولا طبعا اكيد اشكر حضرتك
وثانيا عايز حضرتك تكلمنا على حاله التفوق اللي قدر فريق المرتبط يحققها، وازاي كنت بتعدهم نفسيا لمواجهات صعبه، وان هم يمنحوا الافضليه دايما لفريق اوجاستي وكتيبه اوجاستي. والله اولا احنا طبعا الجمهور النادي الاهلي دايما في كل الالعاب الحافز رقم واحد يعني لاي فريق في النادي. احنا البطوله كانت صعبه جدا، كان فيها مراحل صعبه جدا، كان فيها ظروف صعبه. الحمد لله يعني من اول دور المجموعات لحد بعد كده دور الثمانيه، ماتشين الزمالك من ضمنهم جيم الزمالك في الزمالك، ومرورا بالاتحاد، مرورا باخر جيم حتى الفاينل. احنا كجيل 2006 2007 في الناشئين، كمان كقطاع ناشئين نادي سموحه دايما معروف في قطاع الناشئين، عنده قاعده كبيره طبع. جدا، ودايما هو يعني خلال الفتره اللي فاتت هو المنافس لينا الاول في الناشئين تقريبا في معظم البطولات. فكمان جالنا الفاينل فريق سموحه، فرقه محترمه جدا جدا جدا، يمكن احنا ممكن نكون في المنتخبات حتى في الاجيال دي في الناشئين بيبقى اكبر عدد في الاغلب او في معظم الاجيال اهلي وسموحه وكذلك. فالحمد لله يعني الصراحة الأولاد عملوا ماتشات كويسة جدا بالذات تحت الضغط يعني. طبعا موضوع الإعداد النفسي احنا كان موقف كان صعب قوي بالذات في الماتش الثاني، بالذات احنا كسبنا أول جيمين، جيم المرتبط بعد كده جيم الدرجة الأولى اتحسن بشكل كبير، الفارق وصل ل 30 نقطة. فكان ان احنا نقدر نحفزهم ان احنا الجيم بتاعنا اهميته قد ايه، وان احنا لازم نخلص من عندنا وما نديش حتى فرصه لو 1% ان جيم الدرجه الاولى يكون مؤثر. فالحمد لله الاولاد ظهروا بشخصيه يعني محترمه جدا جدا جدا، طبعا هم لهم فضل كبير طبعا بعد ربنا يعني. يعني كانت مواجهه يا كابتن، مباراه النهائي كانت مواجهه بين فريقين في المرتبط زي ما حضرتك بتتكلم عن قوه فريق سموحه، فريقين لم يتعرضا لاي هزيمه، ولكن كانت المباراه الاولى و افتتاح الطريق لتحقيق البطوله كان طبعا فوز كان صعب جدا. يمكن المباراه الثانيه برغم صعوبتها وبرغم انها هي اللي هتعلن فوز النادي الاهلي، ولكن كان اداء الفريق افضل من المباراه ونتيجه الفريق افضل من المباراه الاولى. لكن خلينا انقلك للحديث اللي بيتم في هذه البطوله ما بين لاعبين فريق المرتبط ولاعبي الفريق الاول، ما بين الجهاز الفني لفريق المرتبط وجهاز الفني للفريق الاول اوجستي، كواليس الحديث مع المدير الفني، وهل في تواصل مستمر في هذه البطولة ما بين الجهازين الفنيين؟ طبعا احنا عندنا في يعني في النادي الاهلي احنا الحمد لله في قطاع الباسكت بالذات يعني في ترابط كده دايما بين الجهاز يعني الناشئين مع الدرجة الأولى دايما، بالذات كمان بقى البطولة دي الفرقتين مرتبطين ببعض، كان في دعم طول الوقت من الجهاز الفني الدرجة الأولى سواء كوتش أوجستي أو كابتن أحمد الجرحي كان على طول يبقى متواجد معانا، كابتن رامي دياسطي يعني كان في احنا بنشتغل اكننا فرقه واحده تقريبا. وده على فكره مش حاصل بس من يعني مش بطوله المرتبط بس يعني، احنا حتى معروف ان قطاع الناشئين دايما بيمد الدرجه الاولى بلعيبه كتير. احنا حتى الفرقه ال 18 سنه في حوالي 4 لعيبه كانوا متصاعدين خلال السيزون بيلعبوا مع بيتمرنوا كتير جدا فتره طويله مع فرقه الدرجه الاولى. فالحمد لله يعني دايما احنا في ترابط كده بين الجهازين بنشتغل يعني في يعني على خط واحد يعني. اكيد دايما يكون في ترابط، وهو ده طبعا النادي الاهلي. لكن سؤال شخصي بقى كابتن، يعني كابتن ابن الكابتن القدير يعني الكابتن اشرف توفيق اوجستي بيقترب الان من الالقاب، من الرقم المسجل باسم الكابتن اشرف توفيق مع النادي الاهلي 13 لقب، اوجستي بيقترب لرقم 10. الانطباع العام كده بقى وانت بتشارك في هذه البطوله من ومساعدتك اللي بتقدمها من اجل كاس الرقم الوالد. والله يعني ده شرف ليا الحمد لله يعني، نتمنى كده ان النادي الاهلي دايما بيبقى بطولاته ما بتقفش، واحنا بقى لنا فتره كبيره الحمد لله حوالي مثلا 20 سنه احنا اكبر فرقه وحاصله على بطولات في الباسكت وبفارق كبير جدا عن اقرب منافس يعني. فنتمنى ان احنا نبقى بنكمل المسيره دي ايا كان مين اللي بيكسب يعني. الحمد لله الحمد لله احنا كلنا يعني بالذات بطوله المرتبط دي بتبقى
ليها فرحه خاصه، لانها يعني بتوصل رساله ان احنا لا، النادي مش بيكسب حتى بمكاسب زي مثلا بالصفقات او لا، احنا عندنا قاعده كبيره جدا، في مدربين كتيره جدا شغاله تحت، في سيستم وفي نظام شغال وكله مربوط ببعضه بيكمل بعضه، الناشئين بيمدوا الدرجه الاولى زي حضرتك شايف كده بولاد النادي، ده حقيقي بطوله خاصه يعني الحمد لله. اكيد يا كابتن محمد اشرف توفيق، واكيد كنت تستحق الشكر من مستر اوجاستي، الراجل لم يكتفي بشكرك يعني بينك وبينه او في الغرف المغلقه، ولكن كان حريص ان هو يوصل لك الشكر امام الجمهور على حسابه الشخصي، وكمان احنا بنشكرك زيه، وان شاء الله بنتمنى مشروع مدرب كبير جدا للنادي الاهلي في كره السله. بنشكر حضرتك جزيلا ودايما نكلمك والنادي الاهلي بحقق البطوله. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا. طبعا يا اسامه، حاله واضحه من السيطره عند النادي الاهلي، و وانت كل حد في منظومه النادي الاهلي في تغيير تاريخ كره السله في مصر هو بيكتب لحظات. ويمكن بفتكر الجمله اللي كان قالها الجرحي معانا، وهي ان اللحظات دي لازم تستغل، لان دي لحظات انت تحاول تكتب فيها اكبر عدد من البطولات وتفرق. ده حقيقي، وفعلا تارجت فريق كره السله في النادي الاهلي هو ان يكون هذا الجيل يصل بعدد البطولات ان هو يكون رقم واحد في مصر. يعني الحقيقه تجاوزنا نادي الزمالك، يعني يتبقى نادي الاتحاد السكندري، الفريق ده قدر ان هو يصدر ازمات كبيره جدا لفرق كانت اعتادت البطولات في فتره من الفترات الاخيره، فكان مواجهه النادي الاهلي بالنسبه لها غير مقلقه. لكن حاليا لا، انت بقالك 4 سنين 5 سنين انت قادر ان انت يعني تتحكم في قرارات مجالس ادارات الانديه في التعامل مع فريق كره السله. المواجهه امام النادي الاهلي بتعني رحيل مدير فني، المواجهه امام النادي الاهلي بتعني رحيل لعيب محترف، المواجهه امام النادي الاهلي بتعني انه توقفت الاحتفالات في كره السله لدى الفرق الاخرى. ده شيء ايجابي، ده شيء مهم جدا، ده شيء لازم نكمل حتى نصل الى المكانه الطبيعيه للنادي الاهلي، وهي صداره ترتيب الاكثر تحقيقا للبطولات داخل مصر بالتاكيد، وانت بتصارع فريق له ثقله بالتاكيد نادي الاتحاد السكندري. لكن كان فارس اشار لنقطه مهمه جدا، وهي تويتت اوجاستي بعد التتويج ببطوله دوري المرتبط اللي بالتاكيد يعني كانت مهمه جدا. خلينا نتناول مع حضراتكم، لان هي كانت عباره عن مجموعه من الرسائل اللي تصل للجماهير والمجلس الاداره والجميع. ممتنون دائما للاعيب الفريق الاول، كان الطريق الى اللقب اصعب بسبب بدايه مضطربه للموسم، وده اللي احنا بنقول عليه هي فكره التعامل مع الاخفاق، ولكن وجدنا الطريقه للفوز مره اخرى، كنتم في كامل تركيزكم متحمسين وعملتم بجد لتحقيق الاهداف، نحب ذلك، شكرا ايضا لطاقمي على تفانيهم. ودي نقطه مهمه جدا يا فارس، ان الراجل ده الناجح دايما هو من يقدر طاقم العمل اللي طبعا معاه، ودي كانت البعض حاول يلعب فيها وهنتطرق ده بالتاكيد، ولكن اوجاستي مش ناسي ده. وطبعا كان اول رساله ان هو بيشكر لاعبيه وبيشكر الجهاز الفني اللي قدروا يعدوا المرحله الاولى او الاضطراب الاول زي ما سماه، لكن في جزء تاني نقدر برضو نستعرضه. وهي اكيد شكره زي ما ذكرنا لفريق الشباب 18 سنه، قال عنه اوجاستي بطوله اخرى لدوري المرتبط، هذه البطوله بالتعاون مع فريقنا تحت 18 عام تثبت ان برنامج الشباب لدينا يستمر في جلب مواهب جديده، شكرا لمدرب الفريق تحت 18 عام محمد اشرف ولجميع لاعبي وطاقم الفريق تحت 18 عام وللمدربين داني ماني، مودي الجرحي، كريم ضيف، ابراهيم الجمال، عمل جيد. حاجه عظيمه ان هو يعني بيذكر الجهاز الفني بالكامل الحقيقه. ده المدير الناجح يا ده حقيقي. دي قاعده المدير الناجح اللي واثق في نفسه طبعا. يعني ايضا يعني بيعود وبيقدم الشكر لجماهير النادي الاهلي، بيقول شكرا مره اخرى لجماهيرنا لأسباب يصعب فهمها، وهنا يا جماعة أعذر الراجل هو مش فاهم فعلا ليه لم يسمح لجماهيرنا بحضور النهائيات، لأسباب يصعب فهمها لم يسمح لجماهيرنا بحضور النهائيات، ولكن شعرنا بدعمكم الذي دفعنا قدما بقوة خاصة في الدور نصف النهائي في برج العرب، يلا يا أهلي. طبعا رسالة كبيرة، ولكن دايما هتجد أوجاستي كده عنده الحتة، أنا بقول هو مانويل جوزيه كرة السلة، ومن الناس اللي لها نفس البصمه، وفي رايي دي استثناءات في تاريخ النادي الاهلي مش هي القاعده يا جماعه.
هنا برضو تجده دايما عنده نفس اللفتات اللي ما بينساهاش وسط كل ده. قال أخيرا كانت هذه احتفالية مختلفة، افتقدنا وجود نائب الرئيس العمري فاروق الذي يحارب من أجل حياته بعد تعرضه لنزيف في المخ قبل شهر. أفضل تمنياتي بالشفاء الكامل وكل الدعم لعائلته الجميلة. إن شاء الله سنكون قريبا لدينا أسباب أكبر للاحتفال. وهو يعني هنا وجوده مع الفريق، وجود الوزير السابق العمري فاروق مع الفريق. هذه رسائل الشخص الذكي والمدير الذكي، وتقدر تلخص من ده ليه جوزتي راجل ناجح يا أسامة. شخصية طبعا، شخصية المدير الفني، شخصية واثقة، شخصية لما تعرض في بعض الأوقات لحالة من حالات الطرد وبدأ البعض يلعب في المنطقة دي كان بالزبط. الكابتن أحمد الجرحي طلب وضوح، قال التعليمات اللي قالها مستر أوجستي بين الشوطين معاك كافة الصلاحيات، أنا واثق فيك. ما يعملش الكلام ده إلا مدير فني واثق كويس قوي في إمكانياته، والحقيقة بصمته واضحة بشكل كبير جدا ولايق بالفعل على النادي الأهلي مستر أوجستي. ولكن البعض يا فارس، لا ما هو عشان اللي انت بتقوله ده البعض هيعمل اللي احنا هنستعرضه. بالظبط كده، البعض شايف ان القصه اصبحت يعني لابد صخره كبيره جدا، لابد من محاوله ازالتها من اجل التنفس، محتاجين يتنفسوا بطولات مره اخرى. ما هو يا جماعه ما حدش هيطلع كده يقول لك ايه؟ يقول لك احنا متضايقين من وجود أوجستي في النادي الاهلي، ومتضايقين من التاريخ اللي بيكتبه النادي الاهلي، وعايزين أوجستي ما يبقاش موجود لأن المنافسة غير عادلة في وجود شخص زي أوجستي وجود اللي بيحصل في قطاع السلة. فالبعض هيجيبها بأشكال كتير جدا. عشان كده هذا الرجل ذكي، وهذا الرجل أنا بقول لكم مستهدف، وأي حد ناجح في النادي الأهلي هيكون مستهدف. حاول كتير جدا من الناس تستغل يعني. وأنا كان الغريب بالنسبة لي، وكأن عارف يا جماعة الناس اللي تبقى بتعيش مع أحزانها وتعاني مع أحزانها، وبس فرصة، بس لحظة، بس حاجة نخرج فيها كل اللي جوانا. أنا شفت بمجرد المشهد بتاع طرد أوجستي في مباراة الزمالك وما حدث والأحداث اللي كانت موجودة، شفت ناس وكأن جت لحظة أن يخرج كل ما داخلهم تجاه أوجستي. ده اتعمل إزاي؟ هنعرف لما نشوف هذه الإذاعة تناولت أوجستي وعلاقته بأحمد الجرحي، وكلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب لما تسمعوا الفيديو. ممكن يقعد يحط رجل على رجله ويسيبها تولع، يبيع القضية أو يعمل مشكلة ويخلع زي النهاردة كده ويقول لعيبة اطلعوا. ده يأكد لي حاجة جوايا، حاجة في نفس يعقوب يعني. بس احمد الجرحي النهارده شابوه. لا بصراحه ادار اللقاء حلو، ويعني باقتدار قدر ان هو يخلص الجيم على ملعب الزمالك بفرق 20 بونت، ويعني طول الجيم طول الكوارتر التالت والرابع ما شغال فرق 21 بونت 19 بونت 18 بونت، ما نزلش عن 18 بونت، وقف لعيب الزمالك تماما، ما حدش عارف يلعب، ما حدش عارف يدخل، ما حدش عارف يلم ريباوند، يعني عمل فرق في الكوارتر التالت من ساعه ما مسك. انا بقول نوفر الدولارات بقى. صح والله. بص دايما بقول والله بجد المدربين المصريين عندهم فكر كبير، عندهم طاقه ان هو طاقة. يقدر وفاهم اللاعب كويس. أوجستي مدرب كبير، محدش يقدر يتكلم طبعا يعني شغله يعني خبره وده البيزنس بتاعه. لكن في وقت من الاوقات زي ما بنتكلم، ودي نصيحه للانديه كلها، الخواجه ملوش امان. انا اتكلم بصراحه. انما ابنك ليه امان. ابنك حاسس بيك، ابنك حاسس باللعيبه، انا بتكلم على المدرب المصري. دي حقيقه، دي حقيقه. ودايما علشان اجيب خواجه، انا دايما بقول كده، ده عشان اجيب خواجه انا لازم اخلي كل ولادي يستفيدوا منه وهو موجود. واعتقد ان احمد الجرحي برضو استفاد من أوجستي جدا. طبعا جدا، ما هو يعني خد خبره منه برضو، يعني خد منه خبره ازاي يدير الجيم، ازاي يتعامل مع اللعيبه، يتعامل معهم نفسيا ازاي. انا كنت احيانا كده يعني اسمع عن فكره الحوار الهلامي، اقول ايه يعني ايه حوار هلامي، لحد ما سمعت والله الكلام ده حوار هلامي. انا مش عارف هم عايزين ايه، أوجستي والخواجه، وممكن يسيبك في اي لحظه ويمشي ويقعد حاطط رجل على رجل، واحمد الجرحي هو اللي فرق جدا مع الاهلي لما أوجستي اتطرد وهو عمل فارق ومش عارف ايه، بس برضه احمد الجرحي كويس عشان أوجستي ودور. وانا دايما لما بقول لما تجيب خواجه يبقى هو اللي بيفيد اللي موجودين، هو ايه المطلوب؟
هو ايه المطلوب؟ هو يا جماعه في لعبه من لعبات بيطلع حد يصنع تفوق فجاه كده، في حاجه اسمها منظومه وبصمه وصناعه شخصيه فريق وصناعه فنيات فريق، ده اللي عامله اوجاستي. احمد الجرحي كادر كبير جدا، ومش كادر فني بس، ده احد الشخصيات الاهلاويه اللي معجون اهلي، اللي شبه النادي الاهلي. ولكن انت هنا بتعمل ايه؟ بتحط لي السم في العسل، اشرب خد العسل ده جميل، نوفر الدولارات بقى، اوجاستي ده مش عارف ايه. لا يا جماعه مش ده الكلام اللي ممكن يلاقيه اوجاستي ابدا. انت ممكن تشيد باحمد الجرحي وده حقه، وازاي الراجل استفاد من اوجاستي، وازاي الراجل عنده الشخصيه لما وقف على الخط كان فعلا من شكل مدير فني، ولكن ازاي هذا الرجل اللي هو اوجاستي علامه فارقه في السله المصريه؟ ازاي راجل لما انت بتتفرج عليه تقول الراجل ده مشى اجهزه فنيه يا جماعه، الراجل ده وقف تاريخ انديه يا جماعه في مواجهته، الراجل ده تيجي تقول ازاي منظومه السله المصريه تستفاد بكل دقيقه قاعد فيها مستر اوجاستي؟ ولكن ان يبقى الحديث ونوفر الدولارات والاجنبي ممكن يسيبك ويخلع في اي وقت، يا جماعه هذا ليس حوار احترافي ولا يمت لاي شيء يفيد المشاهد، ولكن هو حق يرد به باطل. هو باطل يرد به باطل الحقيقه، ولعبه في منطقه صعبه جدا، بيظنوا ان انت لما تطلع ترد ممكن تقلل من مثلا قدر وقيمه الكابتن احمد الجرحي، فتبدا تلعب في المنطقه ما بين المدير الفني والمدرب، فاكرين ان احنا ما بنقدرش ابنائنا بشكل جيد. كابتن احمد الجرحي وكابتن طارق الغنام ده مش من النهارده، ده تاريخ مع النادي الاهلي في خدمه النادي الاهلي في اي مكان وفي اي موقع يخص النادي الاهلي، هتلاقيهم بيطلعوا أقصى ما لديهم وعندهم الكفاءة اللي تخليهم يقودوا حتى المنتخبات الوطنية. ولكن حتى الكابتن أحمد الجرحي ما وقعش في المطب ده، وإدى أوجاستي قدره تماما، لأن دي العلاقة المحترمة في الجهاز الفني المحترم اللي لما بتشوف النتائج بتبقى عارف النتائج دي جاية من إيه، جاية من ثقة، جاية من دعم، جاية من احترام، جاية من إن كل واحد عارف دوره بشكل مهم جدا. هم حاولوا يلعبوا في المنطقة دي، لأن بالفعل أوجاستي حول ألعاب أو كرة السلة في مصر لإقالة مدربين، احتراف مع لاعبين محترفين ويرحلوا بعد الهزيمة أمام النادي الأهلي، تغيرات كلها بتحصل على يد صخرة النادي الأهلي في كرة السلة باعتراف الجميع. طب الحل إيه؟ الحل محاولة الضرب في القصة دي. طب نضرب إزاي؟ هنبدأ بالمدير الفني والنادي الأهلي، خلاص نوفر الدولارات هنجيب أحمد الجرحي مع أول إخفاق هيضربوا في أحمد الجرحي. ليه؟ لأن القصة هي إسقاط النادي الأهلي عن عرش اللعبة اللي الأهلي بدأ يعتليه الفترة الأخيرة، ومنتظرين أن يستمر هذا أو هذه السيطرة على هذه اللعبة. تعال بقى نشوف الكابتن أحمد الجرحي وهو بيتسأل في المنطقة دي والحديث عن أوجاستي ومحاولة تشويه صورة أوجاستي وأن هو راجل بيضر كرة السلة وبيضرب الأخلاقيات والروح الرياضية عرض الحائط. فكان سؤال هنشوف اجابته من الكابتن احمد الجرحي في الفيديو ده. طيب ادارت المباراه فيما تبقى، واضح انك هتجهز لده كتير، لان اوجاستي دي مش اول مره يطرد، اللي ماتشات دي بتبقى فيها سخونه جامده قوي. مسكت المباراه فيما تبقى منها، كلمني عن الفترتين التاليتين اللي توليت فيهم المسؤوليه كابتن الجرحي. اكيد طبعا، احنا دخلنا بين الشوطين، كان معانا اوجاستي برضو بين الشوطين، كنا بنتناقش يعني ايه اللي ممكن نعمله في الكوارتر الثالث والرابع. اتكلمنا مع اللعيبه، وهو الراجل قال لي يعني ان انا واثق فيك، يعني انت خد القرارات اللي انت عايزها وان اداره المباراه معاك. والحمد لله الفرقه عندنا فيها مجموعه كويسه كبيره من الخبرات. لان الموقف ده مش سهل طبعا، طرد مدير فني وتنزل السكور بينزل من 15 16 بونت، ينزل لباسكت وبونت، الموضوع أيوة. بيبقى لو اللعيب مش تقيل في الملعب هيحصل له هزه. فطبعا كان في بعض التعليمات الفنيه الحمد لله الرجاله نفذتها زي ما طلبتها منهم، ولعبوا ديفنس على اعلى مستوى في الكوارتر الثالث والرابع. طبعا اجابه الكابتن احمد الجرحي واضح تماما ان هو عدى من هذا المطب، وذكر اوجاستي وحديث اوجاستي ما بين الشوطين مع الكابتن احمد الجرحي والثقه في الكابتن احمد الجرحي من قبل اوجاستي، وكمان الدور اللي عارفه الكابتن احمد الجرحي اللي هو بيقدمه داخل الفريق. لكن انا هنا مش هروح للكابتن احمد الجرحي، انا هروح للزميل هاني حتحوت. هاني درس اعلام وعارف كويس قوي، وهو بيقول سؤال المفترض ان هو كان يبعد عن السؤال ده. ليه السؤال ده؟ لان السؤال ده سؤال موجه
بيعرف كده في الأسئلة إنه ده سؤال موجه، سؤال فيه إيحاء. إيه هو التوجيه؟ لما يتقال واضح إنك هتجهز لده كتير، لأن مش أول مرة أوجستي ينطرد. الكلام ده مثلا لما أجي بعد 5 حالات طرد لأوجستي فأبدأ أكلم الكابتن أحمد الجرحي، الحقيقة إحنا بدأنا نجيبك الفترة الأخيرة كتير والمفترض إن ده هيحصل كتير، لكن أوجستي اتطرد في تاريخه مع النادي الأهلي اللي حقق فيه 10 بطولات 2 مرات. مرة تكنيكال فاول لما الجماهير تدخلت وأوجستي غضب من تصرف الجماهير كانت في مباراة لنادي الزمالك، والمرة اللي كان فيها خطأ فادح من التحكيم وتعمد من التحكيم لاستفزاز أوجستي. ويمكن الكابتن أحمد الجرحي قال نقطة مهمة جدا في كرة السلة، قال لك لما بتلاقي مدير فني أو كوتش منفعل على الخط المفترض أنت بخبرات الحكم بتديله ظهرك، لأنك أنت لما بتروح له بتحاول أن أنت تستثيره أكتر، فده بيكون باين ان ده توجه من الحكم، لكن الاصعب ان يكون التوجه من المذيع في السؤال ومحاوله تشويه لمستر أوجستي في حاله طرد اولى بسبب خطا. الجميع اجمع ان الكره باسكت للنادي الاهلي وكان قرار التحكيم خاطئ، ومع ذلك أوجستي كان بيطرد لاول مره في انجازات وبطولات النادي الاهلي. ازاي اسال سؤال زي ده الا اذا كان السؤال اللي زي ده بيحمل مغزى؟ ايه هو المغزى ده؟ كان مغزى على مدار برامج كتير جدا، هي فكره تشويه صوره أوجستي. أوجستي يا جماعه ده راجل مشاكله كبيره جدا، راجل بيطرد بشكل كبير جدا، فتعالى يا كابتن احمد الله عليك انت قدرت المباراه بشكل جيد جدا وهتتعرض لده كتير. ليه؟ لان انا عايز ازرع في الصوره الذهنيه للمتلقي من جانب، لاتحاد الباسكت من جانب، ان الراجل أوجستي ده لازم كل مره نوقفه، لازم كل مره نوقف مسيرته، لازم ابتز النادي الاهلي مبادئه واخلاقه وابدا العب على فكره ان خدوا بالكم عندكم مدير فني بيطرد كتير. هل النادي الاهلي هيقبل بده ويسمح بده؟ ده بالنسبه لي سؤال ما كانش يجب ابدا على شخص دارس اعلام ان هو يساله، الا اذا كان ورا السؤال ده فعلا توجه ومحاوله ايحاء بحاله تخص مستر أوجستي. دي كانت نقطة بتوضح لنا قد إيه اللعب على وتر أوجستي ووجود أوجستي مصدر أزمات قد إيه لكل المنتمين للأندية الأخرى اللي فعلا ما بقوش قادرين يحتفلوا ببطولة في وجود مواجهة قوية مع النادي الأهلي. أسامة، الأمر لا يتعلق بدراسة الإعلام إطلاقا، الأمر يتعلق بأجندة يا جماعة، الأمر يتعلق بأجندة لدى هاني حتحوت، يعني اتكلمت فيها مرارا وتكرارا في مختلف اللعبات ومع مختلف المديرين الفنيين من ايام موسيماني، اللي كان الصحفي رايح في كل عمل غير مهني في العالم كله اللي فيه بريس كونفرنس او الميكسد زون اللي هي بتاعه اللقاءات الصحفيه، واحد بيجري وراه بالتليفون بيحاول وكان ده اصلا شيء خارج نطاق المنطق، وبيحاول الراجل دفع ايده الموبايل وقع. فموسيماني كان بيتحاكم عند هاني حتحوت على الهواء ان هو ازاي يدفع الموبايل. ثم مؤخرا كولر في نفس الدايره ونفس التوجه، ضيفين كابتن خالد جبلله وكابتن هاني العقبي ورا بعض، سؤال عن رحيل كولر وانت كنت وقتها متعادل مع يانك افريكانز خارج الارض. فالموضوع يا اسامه يتعلق بالتوجه ويتعلق بفكره انا عندي اتجاه مدير عارف الفني. يا فارس المشكله في ايه؟ المشكله ان كابتن احمد مرعي في المباراه دي كان كالعاده صحيح هناك خروج عن النص كالعاده، ولم يصدر اي شيء متعلق بالكابتن احمد مرعي. يعني انا لما اشوف أوجستي منفعل وبيتم طرده للمرة الأولى بسبب انفعالاته، المرة اللي كانت قبل كده بسبب الجماهير، فيجي يكون عندي في المباراة دي سامعين وداخل البيوت وعبر الشاشات ألفاظ ما يصح على الإطلاق إنها تخرج من مجتمع رياضي للكابتن أحمد مرعي، ولاقي السؤال بيتوجه عن أوجستي والطريقة والدفة رايحة عند أوجستي بالشكل ده، فهنا لازم تبقى عارف إن في مشكلة، في خلل هنا في التناول وخلل في التعامل، خاصة إن أهلي وزمالك والمباراة الأهلي فاز بيها وكل حاجة، لكن لو إحنا بنتكلم عن فكرة إن أوجستي بيطرد لازم كنا نتكلم هو ليه كابتن أحمد مرعي ما كانش بيطرد؟ ده نقطة كان لازم تبقى موجودة، لكن الحقيقة أوجستي إن شاء الله مكمل، لأن النادي الأهلي عمل نقطة مهمة جدا هي دعمه لأوجستي مباشرة بعد محاولة حملة واللعب على أفكار بعض الجماهير ومحاولة دس السم في العسل من خلال التوجيه والشكر والتقدير للكابتن أحمد الجرحي. كلنا بنقدر الكابتن أحمد الجرحي وهو عارف ده كويس، وهو عارف قيمته عند جماهير النادي الأهلي كويس، وهو عارف أيضا قيمة وجود أوجستي على رأس الجهاز الفني كويس. وكأن يعني
كل مدير فني في النادي الاهلي يعاد معاه وكانك بتتفرج على ظاهره الديجافو. يعني الاحداث بتتكرر هي هي وتقول انا عدى عليا المشهد ده قبل كده من ايام مستر مانويل جوزيه والمجموعه الشهيره اللي كانت بتلاحقه وتطارده وسلوكياته، وهذا الرجل لابد ان يستبعد، وهذا الرجل الذي افسد. هي فكره حاجه منوره في النادي الاهلي ازاي نطفيها؟ ده هدف وده توجه وده اجنده، ومفيش حد عنده اجنده بيمررها بيكون مش عارف بيعمل ايه. لكن اسامه كلمكم عن كابتن احمد مرعي اللي هو بجد لو حد حريص على كره السله في مصر كان طبيعي يبقى عنده رسائل كتيره جدا بعيدا عن عصبيه اوجستي، ولكن كابتن احمد مرعي كان عنده رد. ربما اللي سبب في ان هو يرد كده ان مفيش اعلام وقف ويقول ان ده ما ينفعش. نسمع ونشوف كابتن احمد مرعي كان بيعلق على طريقته وبيقول ايه. في لعيبه كتير حاسين يعني او بيشتكوا ان هم مش قادرين ينفذوا اللي بيطلب منهم. لكن هو في النهايه هو لازم يكون عنده قناعه ان المدير الفني ده اللي بيعمله لمصلحه ان الفرقه تتطور. حتى لو انا بضغط عليك كتير وانت بتشتكي او مش قادر، انت مش قادر النهارده لكن هتقدر ان شاء الله بكره بالاصرار وبالعمل الجماعي. لكن هو في حاجات عوامل كتير يعني طبعا بتؤثر في علاقه المدير الفني بلاعيبته. يعني ما ودي ما انا بقولها لك يعني كاخ عزيز في برنامجك المحترم، انا ليا طريقه ولن اغيرها. انا طريقه مش انا مش هغير طريقته عشان في لعيب بيشتكي او في لعيب مش مستحمل، ما دي مشكلته. لا انا ما استقالتش. اقاله مشوط. ماشي. انا ما استقالتش. والله تقيله عليا شويه ان انا اقولها بس ماشي. لا انا بتعامل دايما بحب اتعامل دايما بالحقائق حتى لو صادمه بحقيقتها. حقيقتها اللي هي للاسف يعني في بعض الاوقات الحقائق بتؤلم شويه، لكن هي دي الحقيقه. هما يعني كان في اجتماع مع الكابتن هشام نصر اللي هو نائب رئيس النادي من 5 ايام، كان في كلام دردشه زي ما انا بتكلم معاك كده، اللعيبه الترابط النفسي، وضحت وجهه نظري وان انا لن اتغير. يعني الكلام ده انا قلته للباشمهندس هشام نصر، قلت له انا زي ما انا. هو بس النقطه هو يعني ما اعرفش حكايه شكوه اللعيبه. هو احنا هنسمع للعيبه ولا هنسمع للمسؤولين عن الفرقه؟ يعني ما ده بس علامة استفهام. انا الحاجة التانية وهي الأهم بقى، وده اللي أنا بلغته للكابتن هشام نصر قبل ما أوصل للإجابة على سؤالك، يعني اللي هو مين حصل الموضوع. أنا قلت له هو المفروض مجلس الإدارة يكون مقدر العمل اللي أنا بعمله. بصوا يا جماعة، بنقول دايما إن لو خط أحمر ليه هدف فهو دايما إظهار التناقضات دي اللي ممكن وانت راجل قاعد في البيت كده في الجو البارد ده شويه مع كوبايه شاي كده الدنيا تعدي عليك. بس احنا دورنا هنا نقول لك تعالى شوف الدنيا بيحصل فيها ايه، شوف المفارقات عامله ازاي. شوف كابتن احمد مرعي اللي بيرحل عن الزمالك واحد اهم اسباب رحيله على لسانه هي طريقه تعامله مع اللاعبين وطريقه مواقفه وطريقه انفعالاته وطريقته السلوكيه. طيب حاجتين، اين كان الاعلام من هذه المشاهد اللي على مرأى ومسمع من الجميع؟ وأنا هنا في منأى تماما إن أشير لأي شيء كان بيحصل أو بيتقال، لأن صعب ألفاظ لا يمكن نعرضها على شاشة وحتى لا يمكن التلميح إليها لأن هي خارجة بشكل كامل عن الإطار. ولكن أين كان الإعلام منها الذي يحاكم أوجستي محاكمة علنية على ردود أفعال بتحصل في كل اللعبات؟ تاني حاجة، وده الملف اللي هننتقل إليه، أنت لما يبقى بيتك فيه ده ويوصل بيك إنك يرحل المدير الفني نتيجة هذه الأمور مع اللاعبين والسلوكيات، صعب جدا تطلع تتكلم عن المدير الفني بتاعي. ودي إشكالية أسامة هنا في خط أحمر محتاجين نقف عندها. أكيد يا فارس، بس أنا محتاج أقف أيضا عند كلام الكابتن أحمد مرعي أوضح له حقيقة. يعني الحقيقة عايز أوضح له الحقيقة، هو وصل له إن هو تم إقالته نتيجة طريقة تعامله مع اللاعبين. هو حتى قال أنا هسمع كلام مسؤولين واللاعبين، والحقيقة قال لك أنا مش هغير طريقتي. مش هغير طريقتي دي بقى نتكلم فيها بعد كده لما يروح لأندية أخرى ويتناول الإعلام أو يصمت عنه الإعلام ويتناول أوجستي كالعادة يعني. لكن الحقيقة الواضحة يا كابتن أحمد مرعي، أنت لم ترحل عن نادي الزمالك بسبب طريقتك. ليه؟
انت رحلت عن نادي الزمالك بسبب وجود اجوستي في النادي الاهلي، لان قبل الوقعة من الاقاله خرجت علينا الاستاذه او الكابتن نيره الاحمر تتحدث عن مجلس اداره النادي الاهلي وتعامل مجلس اداره النادي الاهلي مع اجوستي والراجل المثير للشغب. تعالوا نشوف هي قالت ايه عشان لما نرجع نوضح كلامنا يبقى الكلام واضح جدا للمتلقي وتصل الحقيقة الكاملة للكابتن أحمد مرعي ووصل للمتلقي التناقضات اللي احنا بنكشفها في الأهلي خط أحمر لما نسمع كابتن نيرة الأحمر قالت ايه. أوجستي بقى بيثير يعني أنا مع كامل احترامي وتقديري لفرقة الأهلي ومع كامل احترامي وتقديري للنادي الأهلي، بس بجد أوجستي بقى مثير للشغب، مثير للتعصب الرياضي، محتاجين بس إنه ناس تهمس في أذنه يعني من قبل بقى من قبل الـ 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 يعني الاتحاد، من قبل مجلس إدارة نادي الأهلي، من قبل رئيس الجهاز هناك، رئيس النشاط الرياضي، يعني كل الناس المحترمة اللي أنا بكن لها كل احترام بالتأكيد ما نتكلم في ودنه. أرجوكوا يهدى شوية بقى، كل مباراة كل مباراة في بيثير التعصب والشد والجذب والله العظيم ثلاثة أنا مش بتكلم في أي حاجة. إحنا بنبدأ صفحة جديدة مع النادي الأهلي وبنبدأ صفحة جديدة مع الرياضة المصرية بشكل عام، عشان إحنا بجد محتاجين يكون فيه عدم تعصب رياضي، ومحتاجين نكون الدنيا هادية معانا شوية، ومحتاجين نشوف صورة لائقة، محتاجين نشوف رياضة لطيفة جميلة حلوة، ما فيش أي مشكلة. لكن أرجوكم يا جماعة، الاتحاد، مجلس إدارة نادي الأهلي، المجلس المحترم الموقر، جهاز النادي الأهلي المعاون، رئيس الجهاز، كل الناس بس تهمس في أذن الراجل إن أنت بقيت كل مباراة في مشكلة بتحصل بسببك. لازم تكون في قرارات رادعة، لأن شوية كرة السلة أو لعيبة كرة السلة بعض اللعيبة يعني عندهم بعض المشاكل، محتاجين إن من الأول، وغير بقى اللعيبة أولهم مستر أوجستي ده على رأس الناس اللي لازم تتعاقب. يعني كابتن أحمد مرعي الكلام اللي كانت بتقوله كابتن نيرة ده كانت بتقوله وحضرتك مدير فني لنادي الزمالك، وبالتالي أنت لم ترحل على الإطلاق لأن تصرفاتك مع اللاعبين خلت اللاعبين يشكوا، أنت رحلت بسبب خسائرك المستمرة أمام النادي الأهلي، وتحديداً واجهت النادي الأهلي في الكاس أمام أوجستي خسرت، واجهت النادي الأهلي في السوبر أمام أوجستي خسرت، واجهت النادي الأهلي في دوري المرتبط أمام أوجستي خسرت، فالقصة قصة إن أنت مش هتقدر على أوجستي. حاولوا مرارا وتكرارا إن هم يبعتوا رسالة لرئيس الاتحاد، مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس الجهاز، وحتى رئيس الحي، وارد جدا يكونوا بعتوا شكوى لرئيس الحي شولوا لنا أوجستي يا جماعة من عند النادي الأهلي، لأن الحقيقة كانت الأزمة في أوجستي، فلما ما عرفوش إن هم يطيحوا بأوجستي أطاحوا بحضرتك، فحضرتك ضحية الهزائم المتتالية أمام أهلي أوجستي. دي نقطة. النقطة الثانية الكابتن نيرة الأحمر بتقول عاوزين نبدأ صفحة جديدة، الحقيقة فكرتني بالإفيه الشهير دعونا ننسى أخطاء الماضي ونرتكب أخطاء جديدة. كابتن نيرة بالتحديد بتبدأ صفحة جديدة ولكنها نسخة طبق الأصل من صفحة قديمة مع النادي الاهلي، وتناول النادي الاهلي وتعامل مع النادي الاهلي بانها بتتهم المدير الفني للنادي الاهلي في كره السله انه مثير للشغب، مثير للتعصب، ولا بد له من وقفه. الحقيقه الامر ده لا مثير لحاجه مختلفه تماما، وبالطالب ان مجلس اداره النادي الاهلي يهمس في اذن أوجستي عشان يهدى شويه. تخيلوا ده كان كلام عضو مجلس اداره نادي الزمالك بعد ايه؟ بعد مباراه كان صوت التيت على لقاءات الكابتن أحمد مرعي من داخل الصالة موجود على الفيديوهات اللي بتنزل على منصات التواصل الاجتماعي. بدل ما كان المفترض يكون الهمس في أذن الكابتن أحمد مرعي أصبح الهمس مطالب به مجلس إدارة النادي الأهلي لاعتراض أوجستي دون خروج عن النص أو تلفظ بألفاظ دخلت بيوتنا وكانت خادشة للحياة. عشان كده الرسالة دي كان لازم توصل إن كتير جدا في القادم مع تحقيق أوجستي لمزيد من البطولات مع النادي الأهلي، أو تحقيق بمعنى أدق النادي الأهلي مزيد من البطولات بالجيل اللي تم توفيره من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي
مع أوجستي هيبدأ دايما فكرة الطعن في أوجستي، هيبدأ دايما فكرة أي انتظار أي خطأ ممكن يكون مدير فني في أندية أخرى منافسة بيرتكبه يوميا وكل مباراة، ولكن أوجستي لو بعد 10 مباريات ارتكب جزء بسيط من الخطأ ده هتلاقوا تاني رجعنا يتقال احنا بنبدأ صفحة جديدة، ودعونا يعني نغلق صفحة الماضي عشان نبدأ صفحة طبق الأصل، واتهام مدير فني بأنه مثير للشغف، الشغب مثير للتعصب، لكن الحقيقة هو مثير للشغف، مثير للنهم، مثير للسيطرة والاستحواذ على البطولات. فهذا قدركم وهذا قدرنا، نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم وبرنامجكم الأهلي خط أحمر، وأكيد كلنا بنفكر ماذا يحدث قبل مواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، ولكن يبدأ ما يحدث من مستوى النادي الأهلي مؤخرا. بص يا جماعة، في أمور أحيانا لا تبرر، وأي حد يعتقد أنه ممكن يطلع بقى يتكلم على إجهاد، أصل ظروف، أصل سوء الحظ، سوء الحظ في المباراة، إجهاد، أنت عندك قايمة من بداية الموسم، التدوير، في لاعبين أصلا ما بيلعبوش، ومش وقت أن احنا بقى نقعد نقول أسماء بالاسم، وما بيستخدموش بره القايمة خالص، ثم بنتحدث عن إجهاد لاعبين آخرين. في عندك مراكز ما فيهاش المستويات والعدد الوافر من اللاعبين، في عندك أمور كتير جدا جوه الملعب وبره الملعب ممكن تقف عندها، ولكن أنت بتتكلم في زي ما بقولك شيء لا يبرر. آخر 11 مباراة بتتعادل 7 مباريات، بتكسب 3 مباريات وبتخسر مباراة، نتائج يعني سيئة جدا، سيئة جدا. وإذا حضر العامل الرقمي هنا تجاوز الفكرة، بتلعب بطولة زي السوبر ليج ما بتكسبش فيها مباراة، آخر مباراتين في الدوري بتتعادل، 3 مباريات في دور المجموعات بتتعادل منهم 2 في أفريقيا. فبالتالي يا جماعة لو البعض يعتقد إن احنا هنا ممكن نبرر لك ده أو يعني نبيع لك البيعة إن الدنيا تمام والأمور زي الفل، يبقى غلطان. ولكن ما عرفناش. لا ما صعب، أصل القصة مش كده يا جماعة، وإحنا في النهاية دايما بنقول هنا إحنا بنتكلم بالمنطق وبنتكلم بالعقل، والمنطق دايما مفترض إن محدش يزعل منه، ولكن إحنا عندنا بطولة مهمة جدا وهي كأس العالم للأندية. فإمتى وإزاي إيه يتقال؟ هنتكلم معاكم في بعض الأمور الفنية وتمام، ولكن لازم برضه يا جماعة وإحنا بنتعامل الخمس أيام دول، النهاردة السبت عندك مباراة يوم الجمعة مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند، فلازم تحط المعطى ده في دماغك، واللي فرض عليك ده هو الظرف، هو الظرف إن عندك مباراة مهمة جدا، هي فرصة، هي مباراة حتى مش مرتبطة لا بترتيبك بجدول الدوري، عشان تيجي تقول أصل الدوري مش مرتبطة بترتيبك في أفريقيا، أو حتى لو أنت متصدر بس عندك نتائج سلبية وطالع بره تلعب في الجزائر، مش مرتبطة بإخفاقك في بطولات تانية، هي بطولة مستقلة. فمن الذكاء إنه إحنا بنتعامل نكون حاطين إيدينا على حاجة مهمة، إن الجهاز الفني اللي بنتكلم عنه، واللاعبين اللي بنتكلم عنه، والمنظومة الإعلامية والإدارية ومنظومة النادي الأهلي بمختلف قطاعاتها، هي دي اللي عندها تحدي مهم جدا يمثل اسم النادي الأهلي، لا يمثل إدارة ولا يمثل جهاز فني ولا يمثل لاعبين ولا يمثل حتى جمهور، هو يمثل النادي الأهلي. أنت رايح تلعب باسم النادي الأهلي، فلازم كلنا نبقى من الفطنة ومن الحذر ومن الذكاء إن احنا بنتكلم قبل 5 أيام من مواجهة مهمة جدا، بعدها نقدر نتكلم ونقيم ونتكلم في تفاصيل. ده كمان 5 أيام مباراة ربما قصاد فريق أيضا عنده من التخبطات اللي ممكن تلاقي نفسك كسبت ووصلت لحتة تانية، والبعض يجي يقولك يا عم انت هتكسب. يا جماعة احنا كنا رايحين كاس العالم للأندية مع بيتسو موسيماني وعندنا 6 نتائج سلبية، لا وكنا رايحين نقابل مونتري واحنا ناقصين تقريبا 14 لاعب، ليس كل ما يعرف يقال. كنت في ظروف زي الزفت، نتائج سلبية، لعيبتك مش موجودة، ورحت وصلت ان انت تحقق برونزية. هل ده وارد؟ ده اللي يرد عليه الفريق المستوى، ولكن اللي انا اقدر اتكلم فيها اسامة ان نتعامل ونقيم، ومش هنقول حاجة مش مقتنعين بيها، ولكن في ضوء الفهم ان انت المجموعة دي هي اللي كمان 5 أيام هتلعب تحدي مهم جدا. بص يا فارس، يعني يمكن انت تعرضت للمنظومة جميعا
والمفترض انا من وجهه نظر اخر حد يكون مسؤول في التصرف او اقل مسؤوليه في التعامل هو الجماهير، لان الجماهير في النهايه مش انا بتكلم في رد فعلهم يا اسامه، ده بالعكس عليهم مسؤوليه كبيره جدا. فهي مش صاحبه او مش صانعه قرار، ولكن هي ممكن تكون مؤثره بشكل طبعا كبير جدا جدا، اكتر من اي عنصر اخر في المنظومه. ده حقيقي، لان هي اللي في ايديها انها تدي الدعم للفريق، حتى لو في بعض الاوقات كنا شايفين ان المردود اللي تم تقديمه لا يستحق هذا الدعم، بس احنا في النهايه بنعشق كيان. انا كان بالامس او مباراه شباب بلوزداد بعد التعادل كلنا كنا في حاله نفسيه سيئه جدا، وتحديدا يعني اصبحنا بنتفرج على مباراه النادي الاهلي الفتره الاخيره، وانت عارف ان في قلق جاي من المباراه، مش مرتاح، مش ده الاهلي، انا مش مرتاح وانا بتفرج. حتى لو كان مثلا الاهلي سجل جول في نهايه العشر دقائق، او الجول اللي هو اللي بعد بلس 90 بتاع النادي الاهلي ده، برضو كنت هتطلع من المباراه. لا يا جماعه، يعني انا شفت شوط اول كويس، لكن شفت ما هو في الشوط الاول سيء جدا، ان انا بتعامل مع الفرص تعامل لا ليس بقيمه لاعبي النادي الاهلي او بقيمه لاعبي اتواجد في النادي الاهلي. ما ينفعش لما الاقي ثلاث لاعبين رايحين منفردين بالمرمى تقريبا سابقين خط الظهر بالكامل لفريق شباب بلوزداد، وبضيع الفرصه دي وانا جوه الست ياردة، لا ده كارثه الحقيقه يعني. لكن جمعني مكالمه مع احد مشجعي الدرجه الثالثه اللي كانوا موجودين في الاستاد، وانا دايما بتعاطف مع المشجع اللي بياخد قرار في ظروف اقتصاديه صعبه ويحجز تذكرته ويروح لبرج العرب، مشوار ومشقه ويوم كامل وانت في اجواء شتويه، وتلاقيه خارج. فبقدر جدا انفعالاته وبقدر غضبه، فكان قمه في الغضب، قمه في الغضب. بص، غضب موجه في كل الاتجاهات ولكل عناصر المنظومه بلا استثناء. فبتقول خلاص الراجل كان نفسه يشوف اداء، كان نفسه يشوف روح، مش مهم النتيجه. بالمناسبه انا مشكلتنا في الفتره الاخيره مش بس النتائج اللي هي سيئه، لا انا كمان مشكلتي ان النتائج دي خلفها اداء انا مسؤول عنه مسؤوليه شبه مباشره، فلازم ان انا اقلق. فلاقيه تاني يوم حط ستوري يا فارس يقول لك ايه، نام زعلان صحة زاد عشقه للكيان. كان امبارح برغم الزعل والحزن ده الا انه عارف ان رسالته، انا بحب الكيان ده، انا بحب الفريق ده، انا عايز الفريق ده دايما هو مصدر السعاده بالنسبه لي. عشان كده الجميع، والجميع دايما لما بقولها تعني الجميع، مسؤول عن ظهور النادي الاهلي بشكل يليق بالنادي الاهلي وبجماهير النادي الاهلي الفتره المقبله، خاصه وانت تمتلك كل الامكانيات، لان الفريق ده بالجهاز الفني ده هو اللي قدر ياكل الاخضر واليابس الموسم الماضي. البعض هيقول ان انت الموسم الماضي تعرضت لبعض الهزات، الحقيقه ما كانتش كده. كان فيها هزات بس ما كانش بالسلبيه في النتائج بالشكل ده، لا كان في ممكن الكيرف كان في البدايه مضطرب طالع نازل، بس انت قادر تقدم حاجه شايفها قدام ممكن تجيب معاك نتيجه، قدرت تعمل استفاقه وقدرت ان انت تحقق نتائج مبهره وحققت كل البطولات. لكن النهارده انا بشوف بعد خساره اتحاد العاصمه الاقي ببدا قدام فريق المصري وهو فريق قوي جدا مع المدير الفني علي ماهر اللي بيكون له يعني دوافع كبيره جدا كعاده المدير الفنيين ابناء النادي الاهلي امام النادي الاهلي، وبتقدم مباراه ممتعه اداء ونتيجه، فخلاص الناس بتصارحنا واتحاد العاصمه ده ماتش لن يتكرر. لا، لقينا الموضوع رايح في سكه صعبه، بدانا نشوف شوط بيتلعب، فتيجي تقول ايه، يمكن ده لياقه بدنيه، فتلاقي في مباريات انت بتلعب الشوط الثاني افضل من الشوط الاول، زي مباراه يانج افريكانز خارج ملعبك، انت الشوط الاول سيء او شوط ما قدمتش فيه اي حاجه تذكر، الشوط الثاني انت حرفيا المره اللي وصلوا بيها لمحمد الشناوي سجلوا وكان في الدقيقه الاخيره، وكان في نقطه من نقط التهاون المتكرره اللي لازم نقف عندها. ففي امور فنيه فارس انت مش قادر تحط ايديك، هل هي لياقه بدنيه؟ لا، انا لعبت شوط ثاني امام يانج افريكانز قوي. طيب هل هي ايه؟ الفكره ايه؟ الفكره عدم تركيز؟ عدم تركيز. انا هنا مشكلتي هنا، انا قادر كلاعب في النادي الاهلي، كجهاز فني في النادي الاهلي، كاي عنصر من عناصر منظومه النادي الاهلي، ان انا ده يشتغل بقدرات وبمكانه النادي الاهلي فيترجم على ارض الواقع، لان الاداء اللي شفناه الفتره الاخيره مع النتائج السلبيه وصلتنا لمرحله اننا بدانا نقلق، وجزء كبير من جماهير النادي الاهلي بقى يتشائم فارس، وده مش طبيعه النادي الاهلي اللي كان في عز اخفاقاته حتى موسم الدوري ال41، احنا كنا بعيد تماما وبنغير مدير فني وجهاز فني ومشاكل يعني لا تشير لتحقيق بطوله، بترجع وبتحقق البطوله. طبعا فاتمنى
الفترة اللي جاية دي يكون في عمل دؤوب على فكرة الظهور أمام فريق يعني محتاجين أننا نحقق انتصار عليه، لأن في المواجهات المباشرة دونا عن باقي الفرق السعودية فريق اتحاد جدة بيتميز وبينتصر في المواجهات المباشرة، لكن ثقتنا في اسم النادي الأهلي، ثقتنا في أن النادي الأهلي قادر أن هو في وقت شدة تظهر معدن مختلف ممكن تعمل مباراة تحول لك وجهة الموسم تماما. هي دي بقى أسامة اللي عايز أتكلم فيها. بمعنى يا جماعة، هو لو أنت عايزني أخد الطريق بتاع أن أنا كأهلي وارمي الفوطة، والله يا جماعة أنا مش هعمل كده، أكلمك بصراحة أنا مش هعمل كده. أنا لا بقولك ادعم كولر كشخص، ولا بقولك ادعم كهربا وما تدعمش فلان، ولا ادعم لاعب، لا تدعم لاعب وتدعم شخص في ذاته، ادعم اسم النادي الأهلي اللي مقبل على تحدي مهم. ما ده يا جماعة أساسيات كنا احنا كلنا في النهاية أيا كان موقعنا في النهاية بننتهي إلى كنا مشجعين للنادي ده. ادعم اسم النادي ده طبعا. فأنت لازم تعرف إن اللي رايح يلعب باسم النادي الأهلي هي المجموعة دي اللي في النهاية ده اسم النادي الأهلي. أنا بحطك قدام مسؤولياتك، بقول لك أنت رايح تلعب باسم النادي الأهلي في تحدي مهم جدا. ما اقدرش اقول لك يا جماعه ونرجع برضو قبل مباراه مونتريو وقبل كاس العالم للانديه اللي فاتت كان هناك طيار لا يمكن ان احنا ننكره كان بيقول ما تروحش البطوله. اللي ناسي يرجع للاحداث، والمشكله ان يا جماعه ذاكره المدى الطويل عندنا احيانا بتخلينا نسقط بعض الاشياء. ارجع بالوقت، كان ناس كتيره جدا رايها ان احنا هنروح هيبقى شكلنا احنا كنا في كاس الرابطه يا فارس عندنا مشاكل بالجمله وعندك غيابات لعيبه واصابات كبير سيتاو في مباراه سموحه، ولما لعبت بالفريق الاول هزمت بثلاثيه. صحيح. فكان الوضع هو ده اللي بقوله. فانا يا جماعه هنا الكلام اللي بقوله لا معناه ان انا بقول لك الامور جيده، لا طبعا. مفيش فريق لعب 11 مباراه متعادل سبعه منهم وخسران مباراه وكسبان ثلاثه يجي حد يطلع يقول لك ده الامور فنيا جيده والامور جميله والامور منتظمه وانا رايح حظوظي هي الافضل. يبقى يا جماعه الكلام ده انت نفسك مش هتقتنع باللي انا بقوله لك. ولكن بقول لك تحفظاتك الفنيه منطقيه، تحفظاتك على امور كتير منطقيه، ولكن عندك فريق بيحمل اسم النادي الاهلي الف ب كده خلاص. بركز ان الفريق ده مطالب ان هو يروح يحقق نتيجه، وانا بقول انت مطالب تروح تلعب بحظوظك. انا وانا بلاعب بايرن ميونخ وريال مدريد ما كنتش حاسس ان انا بشجع فريق منكسر، ولا اللي هو ربنا يستر عليا النهارده خسرنا 4-5 يبقى كويس. عمرنا ما قلناها، ولا طلعنا هنا في اي وقت قلناها. انا اثق في النادي الاهلي، احترم اتحاد جده وقيمه تسويقيه كبيره ونجوم عالميين ولكن انا ايضا اثق في شعار النادي الاهلي. شعار النادي الاهلي اللي يخليني دايما اقول هنا بقى اقول لك كلاعب ايه، واقول لك كجهاز فني ايه، واقول الرساله ايه، ان انت مطالب تبقى على قدر طموح الجمهور، ان انت مطالب تكون على قدر شعار النادي الاهلي، ان انت مطالب تكون على قدر التيشيرت اللي انت لابسه ولازم تبقى عارف قيمته. فاقول لك وانت رايح هناك اوعى تقول لي الظروف الفتره الاخيره، لا، انت مطالب تمثل النادي الاهلي تمثيل مشرف. وارجع واقول مانويل جوزيه قال الأسوأ من الهزيمه هو عدم القتال من اجل الفوز. انا عايز احسك في المباراه اديك 100% اللي عندك. ابقى بقول والله يا جماعه النهارده الفريق ما قصرش، وعشان كده محتاجين نسمع مستر مارسيل كولر قال ايه بعد مباراه شباب بوليسداد عشان نشوف ازاي هنروح كاس العالم للانديه وانت بتتجاوز هذه المرحله. احنا طبعا مش سعداء بالنتيجة اطلاقا. انا اعتقد ان احنا كنا مفروض ان احنا نكسب ماتش زي ده، يعني بسير احداث المباراة احنا كنا الفريق الاحق بالمكسب. ضيعنا فرص كتير جدا وده بقت هي مشكلتنا الازلية دلوقتي. احنا كل ماتش دلوقتي بنضيع كمية اهداف كبيرة جدا، اهداف كمان الواحد بيقعد يهز دماغه ازاي الكرة دي بتضيع، عرضة وكور بتعدي على الخط الجون وحاجات وانفرادات بقى كل ماتش كده. فدي بقى أكبر عدو لينا حاليا إن كمية تضييع الأهداف اللي إحنا بنضيعها. كمان رغم كل ده بقول الحمد لله كمان إن إحنا ما خسرناش بالكرة اللي جت في آخر الماتش في هجمة مرتدة، وكان كمان بعد كل ده كان ممكن كمان نخسر. فبصراحة مش عارف، التوفيق غايب بشكل كبير جدا. طبعا حزينة جدا وزعلانين جدا على النتيجة، لكن أنا سمعت إن الماتش التاني برضو ميدياما والفريق التاني تعادلوا، فبالتالي الوضع يبقى كما هو عليه في المجموعه.
كل حاجه لسه مطروحه، كل حاجه لسه مفتوحه ان شاء الله الصعود باذن الله. انا متهيألي كلمه انهيار دي كلمه قاسيه جدا ومبالغ فيها جدا من حضرتك. احنا الشوط الثاني كنا برضو مش سيئين كده، لا بالعكس احنا خلقنا فرص الشوط الثاني، ضيعنا كره في العارضه كان لنا فرص اكتر. المنافس ما راحش على الجون بتاعنا الشوط الثاني غير مرتين، مره اللي هي الكره اللي جت في العارضه، غير كده المنافس ما راحش خالص على الجون. فكلمه انهيار دي كلمه اعتقد انها مبالغ فيها جدا. اعتقد خلينا اكون منطقي معاكم، كولر تبدو عليه علامات التأثر، وانا عايز اقول للامانه، عايز اربط ده باللي بنقوله من بدايه الحلقه، انت محتاج حاجه تديك دفعه ذاتيه وتفوقك وتديك حافز ان انت قادر. بمعنى ايه؟ هو انا لما اكسب التحجد بقيمته التسويقيه في كاس العالم للانديه وابدا بقى العب على مراكز مختلفه، حتى لو خسرت بعد كده فاروح العب على مركز وفي النهايه احقق مركز في كاس العالم للانديه، ده مش هيديك دفع؟ هيديك دفع، هيديك ثقه، وهيلملم امور كتيره جدا، وهيحل مشاكل كتير جدا، وهيحط لاعبين على التراك، وهيحط امور تنظيميه على التراك، وهيديك ثقه في نفسك لو البعض فقد الثقه، وهيدي المدير الفني قدرات تانية بذاته. فلا احد، لا احد يستهون بأهمية مباراة كأس العالم للأندية، وأنا بقول لكم محدش يتخيل المباراة دي ممكن تكون طوق نجاة للموسم بشكل عامل إزاي. أكيد يا فارس، عشان كده يعني بنحاول نقف مع تصريحات كولر، لأن الحقيقة لازم تقف عند تصريحات ما بعد الإخفاق. حتى لو أنت متصدر المجموعة، أنت متصدر بخمس نقاط أه، لكن عندك فريقين أربع نقاط وفريق نقطتين، ولكن فقدت فرص مهمة جدا إن أنت مباراتين لعبتهم على ملعبك. انت الدور الثاني من دوري المجموعات هتلعب مباراتين خارج ملعبك، وغير مقبول على الاطلاق انك تتعرض لهزيمه عشان تضمن الصعود. والحقيقه انا لم اكن اتخيل على الاطلاق في مجموعه، مع كامل احترامي وتقديري للفرق اللي موجوده فيها، ان انا ممكن استنى للجوله الاخيره او قبل الاخيره. يعني انا كنت شايف ان انت قادر انك تحقق نتائج افضل من كده بكتير. ولكن خلينا نروح لمارسيل كولر ايضا عقب التعادل مع شباب بلوزداد، نشوف يعني نقطه ايضا مهمه اثرها، نسمع الفيديو ونرجع نعقب. احنا اول حاجه طبعا هنتكلم مع اللعيبه، نبدا نديلهم الثقه، في لعيبه فقد الثقه وده واضح جدا في كميه الفرص اللي بتضيع. هنتمرن عليها، احنا بنتمرن اصلا على الموضوع، لكن لازم نزود ده. في صعوبه ان احنا لما بتلعب كل 3 ايام ماتش مع السفر، بيبقى في صعوبه ان اللعيبه اللي بتلعب الماتش اللي انت عايز تمرنهم على الموضوع او الفينش بيبدا ان هو بيعمل استشفاء، ما بيبقاش موجود، بيبقى عدد التمارين اقل. لكن دي مش حجة، أنا لازم نشتغل أكتر ولازم نتمرن أكتر على موضوع تضييع الأهداف ده لغاية لما العقدة دي تفك ونبدأ إن احنا نرجع نجيب جوان تاني، لأن الموضوع بقى فعلا صعب جدا. هو نقطة بس إن خلق الفرص لأجنحة بتخلق الفرص دي كلها، ده أصلا عنصر نجاح، يعني إن هم بيوصلوا للجون كل ده يعتبر إن هم كويسين. لكن في نقطة مهمة جدا، إن الناس مش معانا في التمرين، الناس مش معانا في التمرين وبتشوف اللعيبه دي، الناس الجمهور بيقعد يتكلم على لعيبه معينه بالاسم وهو ما شافهاش ومش شايف حالتها في التمرين عامله ازاي. كريستو مثلا مصاب بقاله فتره طويله كمان، ولسه ما لعبش، ما اتمرنش غير تمرينتين بس قبل ماتش النهارده، فمستحيل ان انا انزله في ماتش زي ده وهو مصاب كل ده. احمد عبد القادر معايا في التمرين كل يوم، بتفرج عليه كل يوم. في النهايه انا بختار من وجهه نظري اللعيب اللي يكسبني، اللعيب اللي انا شايفه في التمرين يأدي معايا اللي هو يساعدني. اكيد لو انا عندي لعيب يكسبني مش هلعبه، يعني انا اكيد مش هضحي بنفسي، انا عايز اللعيب اللي يكسبني، فانا اللعيب اللي بيكسبني بختاره من وجهه نظري، وهم معايا في التمرين كل يوم، ويمكن في يوم من الايام لو انتوا اتفرجتوا على التمرين يبقى لكم راي زي رايي. دي رساله من مارسيل كولر بتوضح ان هو راجل مهتم جدا بكل ما يقال عنه على وسائل التواصل الاجتماعي وطبعات جماهير النادي الاهلي، لانه بالفعل بيكون ممتن جدا لجماهير النادي الاهلي في المواقف الصعبه. ولكن في النهايه انا المفترض ما اوجهش الرساله دي بالظبط، انا اشوف شغلي، انا معاك، وما ينفعش ان انا اطلع في وقت من الاوقات حتى لو انا مختلف مع بعض اللاعبين او لاعبين ما بتاديش دورها، يعني في الفتره الحاليه لا اعدي القصه دي دون ذكر اسماء. ممكن اتكلم واقول انا معياري في التعامل مع اللاعبين هو التدريب، فاللي انتوا بتشوفوه في الملعب بالزبط. واللي بينزل ده اللي بيجتهد معايا في التدريبات، ما دون ذلك انا بيكون لي رؤيه فنيه مرتبطه بالتدريب. ودي برضو مهم يعرفها جماهير النادي الاهلي، لان في النهايه احنا لا ندعم لاعب ولا ندعم افراد، احنا بندعم كيان، والكيان ده او النادي الاهلي ده مؤسسه لها نقط واضحه على مدار تاريخ النادي الاهلي. اي اختلاف ما بين مدير فني ولاعب، انت مع المدير الفني، انت مع المسؤول،
واللاعب عليه ان هو يغير وجهه نظر المدير الفني. ضربنا امثله كثيره جدا، يمكن كابتن وليد سليمان يعني كان متواجد في لقاءات يعني عديده وذكر الواقعه دي كتير جدا، لما مارتن يول قال له انت رقم ثلاثه عندي، وده وليد سليمان رقم ثلاثه عندي، عمل ايه؟ اشتغل على نفسه بقى رقم واحد. صحيح. المدير الفني عمل ايه؟ لاعبه، وده اللي قاله كولر. انا بالتاكيد لو شايف لاعب من مصلحتي ان هو يلعب ويكسبني انا لاعبه، انا اكيد مش حارب نفسي. فدي نقطه مهمه لازم تكون واضحه، حتى لو هناك بعض الضحايا من اللاعبين للمدير الفني، في اي مكان في العالم هناك ضحايا للمديرين الفنيين، وان شاء الله لا يكون هناك ضحايا، وان شاء الله اللعيبه ايا كان اللي ذكر اسمها او اللعيبه اللي ممكن تكون مش بتشارك بشكل اساسي تثبت للمدير الفني ان وجهه نظره كانت خاطئه في عدم الاستعانه بيه، ويبدا يقدم نفسه، لان في النهايه مفيش مدير فني على الاطلاق هيشوف لاعب يخرجه من مأزق في نتائج سلبيه زي دي وما يدفعش بيه. بعض اللاعبين كان بيتم الدفع بيهم والنتيجه كانت بتبقى هي، لكن ان شاء الله باذن الله نامل كعادتنا في النادي الاهلي، مهما كانت الظروف صعبه، مهما كانت النتائج صعبه، مهما كان حاله الثقه في بعض العناصر مش كبيره، ولكن الثقه في النادي الاهلي دائما وابدا وشعار النادي الاهلي الكبيره ان هي تخلي العناصر دي تلعب من اجل تاريخ لاسمائها، خاصه ان اللعيبه دي مرت بالظروف الصعبه دي وراحت قدمت نسخه مختلفه في كاس العالم للانديه، وعندك بعد كاس العالم للانديه ايضا بطوله اخرى، يعني شهر 12 ده حاسم جدا قبل التوقف الدولي، لان هيكون عندك بطوله السوبر المصري اللي بتقام بشكلها الجديد عباره عن اربع فرق، اللي تم طرح تذاكر مباريات السوبر المصري الرباعي بشكله الجديد، تقدر ان انت تحجز التذاكر دي عبر موقع ابو ظبي بلاتينيوم ليست، وتقدر ان انت تروح المدرج وتدعم النادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي في البطولتين سواء في كاس العالم للانديه او في بطوله السوبر يقدر يحقق في كاس العالم للانديه نتائج مرجوه واداء يليق بالنادي الاهلي، وايضا في بطوله السوبر طبعا بالتاكيد هدفنا وتارجتنا هو البطوله، وان شاء الله النادي الاهلي يعدي الكبوه دي سريعا ونبدا بدايه مختلفه للموسم اللي بدا بدايه مضطربه، ونكون على طريقه اوجستي في كره السله اللي اضطرب معاها الموسم ولكن قدر يحقق بطولات وقدر يعيد الاستقرار والهدوء النفسي لعناصر كره السله. نشوفكم بعد الفاصل عشان عندنا موضوع مهم جدا، واحنا برضو في معالجتنا وكشف سلبياتنا نكشف الاخرين اللي بيحاولوا دايما وابدا يلعبوا على وتر غضب جماهير النادي الاهلي لاسقاط او هز استقرار النادي الاهلي، وهذا لن يحدث على الاطلاق. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم وبرنامجكم الاهلي خط احمر في فقره مهمه جدا. اكيد سمعتوا كتير جدا كلام في القصه دي، ولكن دايما خط احمر بيكون عنده راي مختلف. يمكن ازمه فيتوريا، وازمه فيتوريا فيما يتعلق بالتدخل في ملف القيد وملف غرامة شيكابالا لدى سبورتنج لشبونة البرتغالي، وما أثير إعلاميا من ضجة كبيرة جدا في هذا الملف. طيب هنا يا جماعة خلينا أكون مباشر قبل ما نروح لفيديوهاتنا سريعا كده. بسمع جملة مضحكة جدا بالنسبة لي، انتوا مالكوا بالموضوع؟ صدقوني يا جماعة ده من أحد أكبر الأطروحات المضحكة اللي سمعتها في حياتي. تخيل الناس بتقول لنا انتوا مالكوا، واحنا شفنا كم اللغط الاعلامي اللي اثير لدى اعلام المنافس واللي اثير في الاعلام وقت استبعاد لاعبي النادي الاهلي من المعسكر قبل مباراه السوبر مع اتحاد العاصمه. كان اعلام المنافس بيتكلم في كل الامور الفنيه المتعلقه بالنادي الاهلي وتعرض كاس العالم للانديه مع بطوله افريقيا، كل ده كان اعلام المنافس يرى ان مصلحه المنتخب اولا. ثم تاتي في قضيه تمس وظيفه وعمل والجوب ديسكريبشن بتاعك المدير الفني للمنتخب، ونيجي نقول هو اعلام الاهلي ماله؟ لا يا جماعه، ده مفترض إعلام الأهلي يتكلم، مفترض الإعلام المحايد يتكلم، مفترض كل الإعلام يتكلم عشان نقول إن هذا خطر يهدد المنتخبات الوطنية لو الجمهور معرفش إيه هو اللي ينبغي إن المدير الفني يتدخل ليه واللي ما يتدخلش. وأنا هنا عايز أقول كلامي مش موجه لفيتوريا أكتر ما هو موجه إن هذه الأزمة وكرة الجليد دي صنعها الاتحاد المصري لكرة القدم اللي كان ينبغي إن يكون له موقف واضح في الاعتذار عنها، لأنه هو اللي سبب كل اللغط ده
وعشان يكون كلامنا موثق بالفيديوهات نشوف شرارة الأزمة من أين جاءت على لسان إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. وأنا قلت لكم الخبر ده من زمن من قبل ما يجي مجلس الإدارة الحالي، لأن أنا كنت شاهد على الكلام ده وقلت لحضراتكم أن ممكن في وساطة من مستر فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ومستر فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري السابق وكان مدرب طبعا لنادي الزمالك. أنا على اتصال دائم بمستر فينجادا، يعني من وقت للتاني بنكلم بعض وبتجمعنا بيه علاقة صداقة قوية جدا، وأنا كلمت الراجل صراحة وإن شاء الله ممكن بكرة بإذن الله يكون معانا في مداخلة صوت وصورة عشان يدينا كواليس اللي بيحصل. هل وساطة فيتوريا موجود في البرتغال حاليا على فكرة، هل وساطة فيتوريا وفينجادا هتنجح في حل الأزمة وإن سبورتنج لشبونة يقبل إن هو يقسط المبلغ أو ياخده على دفعتين؟ لو حصل خير وبركة ويبقى الأزمة إن شاء الله ويحسب للكابتن حسين لبيب ومجلسه بالكامل شام نصر والمندو وأحمد سليمان مع حفظ الألقاب للجميع وكابتن حسين السيد الجميع هيحسب لهم الموقف ده، هيحسب لهم اللي هم حلوا أزمة القيد الخاصة بنادي الزمالك. فالكواليس كلها وآخر ما قالت إليه المفاوضات هتكون مع حضراتكم في الماتش غدا في لقاء انتظروه إن شاء الله مع مستر فينجادا بجهز له أنا وزميلي أحمد جلال رئيس التحرير، وإن شاء الله يكون موجود معنا بكرة عشان ندي لجماهير نادي الزمالك الخبر والقول الفصل في هذا الموضوع. هذا مشهد من فيلم الكتكات بس في الإعلام الرياضي يا جماعة. إعلام النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي لا تصنع الحدث في الأمور دي، هي مش صانع مشكلة ولا صانع أزمة، هي بتمارس دورها الإعلامي المهني بنسبة 100%، وهو تعقب وملاحقة الخبر والتصدي للظاهرة اللي غير طبيعية بالمرة. مين بقى اللي طلع بيها؟ عضو اتحاد الكورة، هو ده سبب الأزمة، هو ده المشكلة، هو ده اللي عنده حد عنده نقد وبيتكلم على مصالح المنتخب المصري لكرة القدم واللي عايز ينقى بالمنتخب المصري عن مشاكل الأندية يروح لعضو اتحاد الكورة. اللي لاحظ في كلامه اللي هو تراجع فيه وبيحاول يغيره، قال لك ايه؟ قال لك انا شاهد. يا جماعه ده في جمل كده في اللغه اسمها قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله. يعني ايه؟ يعني لو انا قلت انا في رايي ان فيتوريا مفترض يتدخل هنا يا اسامه هنقول ايه؟ ده راي. يعني الراجل بيقول يا جماعه حاجه فيها راي. تيجي بقى انت هنا كخط احمر تقول له ايه؟ رايك غلط ومش مفترض، بس هتكلمه هو. انما ان هو يقول انا شاهد، دي خلصت. شاهد على وساطة فيتوريا وشاهد على وساطة فنجادة. يا جماعة هذه لا تنفى، هذه في اللغة لا تنفى، أنا شاهد لا تلغى، خلاص أنا شاهد، يعني أنا حضرت أنا عاصرت. فهنا لما يجي عضو اتحاد الكرة يقول أنا شاهد على وساطة كذا، هنا أمر خطير جدا. ولماذا لم يتدخل فيتوريا في قضية كهرباء لاعب مصر؟ وأنا عايز أقول حاجة عشان برضو البعض ما يعتقدش أن القصة أندية، والله لو تدخل فيتوريا في حل أزمة الثلاثي بتاع الزمالك فتوح والزناري أو تحديدا فتوح ومحمد صبحي مع نادي الزمالك وراح جلس مع إدارة الزمالك، أنا هنا في قناة النادي الأهلي وأنا هنا حتى بعيدا عن قناة النادي الأهلي لا يمكن ألومه. عارف ليه لا يمكن ألومه؟ مصلحة منتخب، لاعب عنده أسامة، مدرب عنده لاعب مؤثر جدا في المنتخب بينضم ليه مقبل على كاس الامم وهيتجمد وده هينعكس على مستواه الفني. لا ده انا اروح لحد نادي الزمالك واتوسط في حل المشكله وعمري ما اقدر اتكلم. انما انا ايه علاقتي بايقاف قيد نادي؟ ما هي مجموعه اللعيبه اللي بتلعب عندي دي هي اللي بختار منها، انا مالي بالنادي يتوقف قيده ولا يشتري صفقات ولا ما يشتريش؟ ايه الضرر العائد على منتخب مصر من ايقاف قيد نادي الزمالك؟ طب ما الاسماعيلي عنده ايقاف قيد ويبحث حاليا بكل الطرق حل ازمه القيد. طب ما بعض الانديه عندها ازمات ماليه. هو يا جماعه هذا المدير الفني لا يتقاضى اجره من عشان وساطه حد او يحل مشاكل ايقاف قيد في لدى انديه. فاللي بيتقال ده لو هتحاسبه حد عليه حسب عضو اتحاد الكورة. وأي كلام عن نفي وأي كلام في الإعلام عن أصل ده اتقال وأصل بتاع، يا حبيبي أنت كراجل تعمل في الاتحاد كصحفي مش أنت اللي بتنفي. عندك عضو مجلس إدارة ينفيه بيان رسمي زي ما جريت كده وقت إمام عاشور وحسين الشحات واديت البيان.
هو الحقيقة دكتور إيهاب الكومي أزماته كتير جدا جدا جدا، وأزماته نبعة من أنه بيتكلم، لأن الحقيقة هو لما بيتكلم بيكشف كواليس المفترض أنها تكون كواليس لا تكشف، لأن الحقيقة ما يحدث داخل الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال ما بنعرف من الدكتور إيهاب الكومي واضح تماما في الانحياز لمشاكل وقضايا نادي الزمالك. دي ما كانتش أول مرة الدكتور إيهاب الكومي طلع انتقد التحكيم بشكل واضح، لأن نادي الزمالك انتقد التحكيم. الدكتور إيهاب الكومي طلع يتحدث عن أن أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم هيعملوا جلسة يوم الاثنين المقبل وقتها مع رئيس لجنة الحكام بسبب أزمة لنادي الزمالك. طلع كابتن أو دكتور إيهاب الكومي اتكلم حتى وقال أن خبراء التحكيم كلهم أجمعوا أن الكرة يعني لصالح نادي الزمالك، على عكس اللي احنا استعرضناه من خبراء التحكيم. فواضح جدا أن ميول الدكتور إيهاب الكومي بتأثر على تصريحاته، فربما كان عاوز يحمل خبر صار لجماهير نادي الزمالك يكون هو بطل هذا الخبر الصار، فقال لك أنا شاهد. بعد ما ميدو تحدث طلع شاهد ما شافش حاجة، أو بيحاول يوضح لنا إن أنا كنت شاهد ما شافش حاجة، لكن الحقيقة قالها شخص تاني يعني مش هيفرق كتير عن اللي موجودين داخل الاتحاد، لأن ميدو يعني فلسفته واضحة بيخدم نادي الزمالك من أي مكان ومن أي موقع، يعني ضاربا بعرض الحائط كل شيء ممكن يتقال عن فكرة الإعلام في القنوات المحايدة أو حتى الموضوعية. نشوف ميدو قال إيه عشان نرجع نتحدث عن قصة دكتور إيهاب الكومي مع كابتن أحمد حسام ميدو وروي فيتوريا اللي بيحل مشكلات نادي الزمالك. نشوف الفيديو. كل الناس لازم تلتف حوالين المنتخب، التصريحات غير المسؤولة لتحقيق مصالح شخصية. ما انا النهارده لما اجي النهارده انا بقول سبق زي ده في برنامجي، انا المقدم حتى مش انا ضيف. يعني انا اقول لكم على حاجه، انا عارف موضوع ان فيتوريا طبعا متدخل في حل ازمه القيد مع سبورتنج لشبونه، عارفها من شهر، لكن انا اللي مش مسؤول في اتحاد الكوره ما اقدرش اقولها علشان ما تسببش المشكلة للراجل، عشان مصلحة منتخبنا. يقوم المسؤول عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة يطلع يقول سر زي ده. النهاردة فين المحاسبة؟ فين المحاسبة؟ مين بيحاسب الناس اللي بتطلع النهاردة تستغل مناصبها لكسب مصالح شخصية؟ والله العظيم كمية كواليس وأخبار أعرفها وأنا راجل مش مسؤول بتكسف أقولها، عشان ما برضاش أصدر مشكلة لحد شغال الشغلانة. اللي بيقدمه كابتن أحمد حسام ميدو ده معرفوش في الإعلام الحقيقة، لأن الإعلام اللي يكون عنده معلومة وبيشتغل في قناة محايدة لازم يقولها. الكابتن أحمد حسام ميدو تطرق للمصالح الشخصية، والجميع هتلاقيهم مشتركين في حاجة واحدة فقط لا غير، من هو المستفيد؟ المستفيد نادي الزمالك. تكلم ان الدكتور إيهاب الكومي عاوز ياخد سبق صحفي، فطلع قال الكلام ده وهو اعلامي عشان يصدر روي فيتوريا المشكلة. اذا الناس اللي بتقول لك هو انت مالك بالقصة، لا انتوا عارفين كويس قوي ان احنا معنيين ايضا بالقصة، بدليل اللي ميدو بيقوله ان دي مشكلة لروي فيتوريا، ان مصلحة المنتخب هي الافضل. لا تعالى الاهم بقى وتاكيد ميدو يقول لك انا طبعا عارف المعلومة دي من شهر، فترجع من شهر تلاقي فاكر انت قصة الهزيمة من تونس؟ طلع وقتها المشرف على منتخب مصر كابتن حازم امام قال لك ايه؟ قال لك روي فيتوريا ما بيفكرش غير في مصلحة المنتخب فقط لا غير، وشيلوا يا جماعة فكرة بقى الأخطاء اللي ممكن تحصل، بيخدم مرة هنا النادي الأهلي بيخدم مرة نادي الزمالك، والكلام ده مش هيحصل. وبدأ القصة كلها تروح لبعد إن استبعاد تلات لاعبين أو أربع لاعبين من منتخب مصر في مباراة ودية هو اللي وصل المنتخب المصري لهزيمة أمام تونس، وعلى هذا الأساس روي فيتوريا لازم يركز مع منتخب مصر. طب منين بيركز مع منتخب مصر وهو رايح يحل مشاكل قيد عند نادي آخر مصري؟ أفهمها دي، ولا هو كان محاولة إلصاق التهمة بالنادي الأهلي، وإن النادي الأهلي هو اللي يدفع الضريبة، وإن أي مشكلة بتحصل في الجهاز الفني للمنتخب أو أي إخفاق بيحصل يتحط اسم النادي الأهلي ويقترن بيه، على عكس الواقع اللي بيقول النادي الأهلي بخير منتخب مصر بخير على مدار السنين. على مدار السنين دي قصة
لازم يتم تناولها بشكل واضح ومعلن، لان بنشكر دكتور قابل كومي اللي حاول ياخد السبق من وجهة نظر احمد حسام ميدو ان هو فجر لنا قضية زي دي عشان نبقى فاهمين كويس قوي ان ما يحدث داخل الاتحاد المصري لكرة القدم للمرة المليون يا جماعة عليه 100 علامة استفهام، انفاق وخطابات بيتم اخفائها في الدرج وقلنا ماشي، كمان خطابات بيتم فيها انكار مصلحة النادي الاهلي وقدرته على تنظيم نهائي وقلنا ماشي، كمان جايبين مدير فني بتقولوا اصل مشكلته مع النادي الاهلي هي اللي حققت الاخفاق ولازم يركز مع منتخب مصر وانتوا بتدعوه لحل مشكلة نادي في القيد. طب ايه يا جماعة؟ طب ما خلاص ننقلها بقى القصة كده ونشيل لافتة الاتحاد المصري لكرة القدم ونحط اللافتة اللي بتطبق على ارض الواقع، الاتحاد المصري لخدمة مصالح نادي الزمالك، عشان نبقى عارفين ان الجيم بيتلعب بشكل واضح بدل ما هو كله تحت الترابيزة. والمشكلة ان زي ما بقولك ليه بقول لكم فيلم الكتكات يا جماعة؟ لان هي الهدف ان ما بتتلعبش كده، هو اللي عايز يقوله ان ميدو مش بيكلمه في الـ في الـ في ان اللي بينفي المعلومه ده، انا عارف ومتاكد من شهر، ولكن الفكره في ايه؟ هو عايز يقول له يا عم ما بتلعبش كده، انت ما تعرفش كابتن حازم؟ ما يا جماعه برده كابتن حازم مين اللي طلع قال هو بيعمل ايه وقت ماتش بيزعل لما بتشك الكت اللي تشادي بالظبط، لما رئيس نادي الزمالك طلع قال حازم قال ما تشكرنيش عشان ما تحطنيش في ازمه، هنا عشان ما تحطنيش في أزمة، هنا ميدو عشان ما تحطش الزمالك في أزمة، لا فيتوريا في أزمة، فيتوريا . وهنا بقى يا جماعة في حاجة، ما هو عشان كده بيجي يقولك انت كإعلام أهلاوي ولاقي الزملاء بيتم نقدهم عشان بيتناولوا الموضوع، ما هو عشان ايه؟ عشان مش عايزك تتكلم. هي المشكلة عندهم ان احنا بنعرف ودايما يقولك كده لما تلاقي حدث متكرر بيظهر لك فاضرب كده في 10 اللي جوه حاصل، يعني 10 مرات إذا كان ماتش إلكت لما طلعت شكر حازم ولا دلوقتي قصة فيتوريا اضرب بقى في 10، ده اللي نعرفه، ده اللي ربنا يبارك كده، يعني مرة رئيس الزمالك كده يعني خدته الجلالة، مرة إيهاب الكومي إدى واحدة، طب ما بالك اللي جوه ما بنعرفوش، جوه فيه إيه؟ جوه فيه مشاكل كبيرة جدا يا جماعة. وأرجع وأقول الجملة اللي جاية دي مهم جدا نسمعها ميدو، وهي رسالة لكل زملكاوي ليست رسالة لإعلام النادي الأهلي، هي رسالة لكل حد بيقول ما شأن النادي الأهلي بهذه القصة. نسمع ونقول ميدو اللي في يوم كان شبه بيدير مقاليد نادي الزمالك رأيه ايه في الموضوع. الأخبار اللي خرجت دي وجمهور الأهلي طبيعي ان هو يعني يبقى متضايق من فيتوريا، ايه اللي دخله هو في حل ازمه مشكله او حل مشكله القيد بتاعت الزمالك؟ انت النهارده مدرب المنتخب انت بتحل مشكله القيد للنادي المنافس بتاعي في كل البطولات او البطولات على الاقل المحليه اللي انا بلعبها، للمدير الفني والجهاز الفني لمنتخب مصر في التوقيت ده قبل كاس الامم الافريقيه، فين المسؤوليه والعقل وتحمل مسؤولية المنصب اللي انت والكرسي اللي انت قاعد عليها يا استاذ ايهاب مع احترامي الكبير ليك؟ ازاي الكلام ده بيفوت على الناس بدون حق؟ جمهور الاهلي يزعل طبيعي ده ما يحصلش، بس ليه بتقول يا استاذ ايهاب؟ انا مش قادر استوعب المنطق اللي بينا بيه، اللي هو يا جماعه نعمل للزمالك بس في السر، وانا برجع واقول خط احمر هنا عشان بيحط كل واحد قدام مسؤوليات، واللي يجي يقول لك انت ليه بتتناول ده؟ اهو رد على لسان ميدو، ده شأن لا يمكن جمهور الاهلي يتجاوزه. وبنزعل لما بنلاقي مباريات المنتخب بدون جماهير، تعال اعرف على لسان ميدو ليه الاسباب اللي بتخلي الجماهير لا تذهب الى مباريات المنتخب او احد هذه الاسباب على لسان ميدو. الجمهور اصلا عازف عن المنتخب ومش عايز يروح على ماتشات المنتخب، ما بيروحش. واحنا بنتحايل على الجمهور ان هو يروح، وانت راجل بتعمل معايا كده؟ ارجوكوا كونوا قد المسؤوليه. وهو انا ما حدش يقول ان ميدو بيالف من عنده، ده انا جايب لكم فيديو اهو الراجل بيقول في برنامجه سبق. الموضوع بقى خطير. أهمية جماهير النادي الأهلي إنها الغالبية العظمى اللي دايما بتذهب إلى المدرجات، مش عاوزين نزود الأسباب اللي تخلي ميدو أو غير ميدو يطلع يتحايل على الجماهير إنها تروح لتشجيع المنتخب، لو عايز تزيل الأسباب دي
ابحث فيما يحدث في اتحاد كرة القدم المصري من تصريحات لشكر الحازم إمام، من تصريحات شكر ومساعدات من روي فيتوريا لنادي الزمالك على لسان عضو مجلس إدارة الاتحاد، حتى على لسان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الكابتن أحمد سليمان طلع وتحدث بوضوح، قال كنا على تواصل مع أعضاء اتحاد كرة القدم وقالوا لنا إن شاء الله فتوح وصبح مش هينضموا للمنتخب، كنا على تواصل مع أعضاء اتحاد كرة القدم وهيقولوا لنا إن المباريات اللي بتؤجل للنادي الأهلي هيتم ضغطها، وحسين لبيب طلع في وقت من الأوقات وقال لك كان عندي اتفاق مع أحمد مجاهد وبيدير اللجنة الثلاثية بضغط مباريات النادي الأهلي، لما تيجي تحط الصور دي كلها جنب بعضها هتلاقي في كل موسم في قرارات واضحة من اتحاد كرة القدم بتؤكد ان اللائحه الموجوده او اللافته الموجوده التي تحمل اسم الاتحاد المصري لكره القدم محتاجه تتغير ويبقى الاتحاد المصري لخدمه نادي الزمالك من اجل عرقله مسيره النادي الاهلي، وهذا لن يحدث لان النادي الاهلي سيبقى دائما ان شاء الله منتصرا، سيبقى فوق الجميع، ونشوفكم السبت القادم.